بكم الآن على الهواء مباشرة إلى مقر الجامعة العربية بالقاهرة، حيث انطلاق أعمال الدورة 147 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري. رغم هذه الأوضاع وانطلاقا من ثوابت سياستها الخارجية، فقد حرصت تونس طيلة فترة رئاستها للدورة 146 لمجلس الجامعة على دفع العمل العربي المشترك وإضفاء نجاعة أكبر على التعاطي العربي مع مختلف هذه الأوضاع والقضايا، ودفع مسارات التسوية السياسية للأزمات القائمة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كل الدول العربية الشقيقة والأمانة العامة للجامعة. وفي هذا الإطار، وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تظل دوما على رأس أولوياتنا، فقد حرصت تونس على تكثيف التحركات العربية على مستوى الأمم المتحدة خلال انعقاد دورة الجمعية العامة من أجل حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية العادلة ولخيار السلام وضد سياسات إسرائيل، لا سيما المتعلقة منها بالاستيطان. كما عملت تونس بالتعاون والتنسيق مع المجموعة العربية في نيويورك وفي بقية المحافل الدولية على أن تظل القضية الفلسطينية في صدارة الأجندة الدولية، وعلى دفع مسيرة السلام والتمسك بحل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وتفادي كل ما من شأنه أن يعرقل جهود المجموعة الدولية في هذا الاتجاه. كما شاركت تونس بفعالية في المؤتمر الدولي للسلام المنعقد بباريس يومي 14 و15 جانفي في 2017 في إطار المبادرة الفرنسية للسلام في الشرق الأوسط. وبالنسبة إلى الوضع في ليبيا، فقد عملت تونس على معاضدة جهود الأمين العام الهادفة إلى تفعيل دور الجامعة العربية في هذا الملف، وذلك من خلال تعيين السفير صلاح الدين الجمالي مبعوثا خاصا للأمين العام في ليبيا. كما حرصت على التأكيد في كل اجتماعات الجامعة وكذلك بقية الاجتماعات الإقليمية والدولية على أهمية تضافر الجهود العربية والدولية وتكاملها لدفع مسار التسوية السياسية بما يسهم في الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها ويعيد لها الأمن والاستقرار. وهي ماضية من منطلق هذه الرؤية في هذا الجهد من خلال مبادرة سيادة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الرامية إلى دفع الأشقاء الليبيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم الفكرية والإيديولوجية إلى الحوار وتجاوز خلافاتهم حول تنفيذ الاتفاق السياسي برعاية الأمم المتحدة ورفض أي توجه نحو الحل العسكري. وفي إطار تفعيل المبادرة التونسية، انعقد اجتماع وزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر يومي 19 و20 فيفري 2017، الذي توج بإعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا، وبتأكيد انخراط الدول الثلاث في هذه الجهود ومساندة الأشقاء الليبيين لتوخي الحوار والتوافق لتجاوز خلافاتهم وإيجاد حل للأزمة الليبية. وبذلك أصبحت المبادرة التونسية مبادرة ثلاثية تعمل من خلالها الدول الثلاث على مواصلة الجهود في هذا الاتجاه، وهو ما من شأنه أن يسهم في مزيد تفعيل الدور المحوري والأساسي لدول الجوار ليبيا. هذا، وستواصل تونس اتصالاتها بمختلف الأطراف الليبية بدون استثناء قصد تشجيعهم على تذليل الإشكاليات القائمة وتوسيع قاعدة التوافق فيما بينهم. وبالنسبة إلى سوريا، فقد شهدت هذه الدورة عقد عدة اجتماعات تركزت خاصة حول الأوضاع الإنسانية وضرورة توفير المساعدات الإنسانية، وقف العمليات العسكرية، وتسريع مسار التسوية السياسية من خلال استئناف الحوار، باعتبار أن حل الأزمة السورية لا يمكن أن يكون عسكريا. ونجدد اليوم تأكيدنا على أهمية اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، فأننا ندعو جميع الأطراف
إلى الالتزام به والبناء عليه لإنجاح الحوار السياسي الذي انطلق في أستانا وانتقل إلى جنيف حتى تستعيد سوريا أمنها واستقرارها وترفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق. وفيما يتعلق بالوضع في اليمن، فقد حرصت تونس خلال رئاستها على تأكيد ضرورة معالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تسبب فيها النزاع الدائر وأهمية التوصل إلى اتفاق سياسي ودعم الشرعية بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق ويضع حدا لمعاناة الشعب اليمني ويمكنه من تحقيق تطلعاته نحو الديمقراطية والحرية والتنمية. أصحاب السمو والمعالي، يبقى استفحال التطرف والإرهاب وتنامي نشاطات الجريمة المنظمة أبرز المخاطر المحدقة بالمنطقة والعالم، فقد غيرت التنظيمات الإرهابية أساليبها وأصبحت تعتمد أسلوب التخريب الداخلي الممنهج واستهداف النمط المجتمعي ودعائم الاقتصاد والاستقرار السياسي لبلداننا بعدما تمكنت من تطوير قدراتها التسليحية والتعبوية والإعلامية وموارد تمويلها مستغلة اضطراب الأوضاع في المنطقة. ومن هذا المنطلق كان الإرهاب وسبل مكافحته بندا قارا وأساسيا في كل اجتماعاتنا، وحرصت تونس على التأكيد عليه في مختلف اللقاءات والاتصالات على المستويين الإقليمي والدولي من أجل وضع استراتيجية شاملة وناجعة وتفعيل الاتفاقيات ذات الصلة للقضاء عليه واستئصاله من جذوره. أما فيما يتعلق بعلاقات التعاون العربي مع مختلف التجمعات الإقليمية والذي يكتسي أهمية بالغة سواء بالنسبة إلى التعريف بمواقفنا ورؤانا تجاه القضايا الإقليمية والدولية ولا سيما ما يتعلق منها بأوضاع منطقتنا، أو بالنسبة إلى مجالات التعاون، فقد شهدت هذه الدورة عديد الاجتماعات على غرار القمة العربية الإفريقية بمالابو والاجتماع السابع لمنتدى التعاون العربي الصيني والدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي الروسي والدورة الرابعة للحوار العربي الأوروبي، وقد كانت لهذه الاجتماعات نتائج هامة على مستوى حشد الدعم للقضايا العربية وتعزيز علاقات التشاور والتعاون مع مختلف هذه الأطراف الإقليمية والدولية. كذلك مثلت القمة العربية 27 المنعقدة بنواكشوط والخلوة الوزارية الثانية بأبوظبي مناسبتين هامتين على مستوى تعزيز العمل العربي المشترك وتعميق التشاور بيننا من أجل دفع مسارات التسوية السياسية للأزمات وإصلاح أوضاع المنطقة وتعزيز مقاومات الأمن والاستقرار فيها. أصحاب السمو والمعالي، لا يمكن أن يأخذنا العالم على محمل الجد ويستمع إلى طروحاتنا ويأخذ في الحسبان مصالح بلداننا ومشاغلها ما لم تكن مواقفنا موحدة ومتضامنة، كما أن شعوبنا ترنو إلى استعادة ثقتها في النظام العربي ودور مؤسسات العمل العربي المشترك في تحقيق تطلعاتها في تخليصها من النزاعات وحالة عدم الاستقرار في المنطقة التي تستنزف مقدراتها. وأن تونس المؤمنة بوحدة مسير الشعوب العربية تؤكد اليوم عزمها الراسخ على مواصلة الإسهام في الارتقاء بعلاقات الإخاء والتعاون مع أشقائها إلى أعلى المستويات، وتجدد التزامها بدفع مسيرة العمل العربي المشترك والدفاع بقوة عن القضايا العربية العادلة. ونتطلع أن تشكل القمة العربية القادمة التي ستستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة نهاية الشهر الحالي نقلة نوعية في العمل العربي المشترك اعتبارا للتحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة العربية وكذلك لانتظارات شعوبنا العربية. وفي الختام أجدد الشكر والتقدير لكل الدول العربية الشقيقة وللأمانة العامة للجامعة على مساعدتها لتونس خلال رئاستها للدورة 146 وما تميزت به اجتماعاتنا
من روح التوافق والتفاهم، ونحن على ثقة بأن رئاسة الجزائر الشقيقة لدورتنا هذه سيسهم حتما في تحقيق ما نرنو إليه من أهداف والنهوض بأوضاع منطقتنا. وأدعو الآن أخي العزيز معالي السيد عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجماعة الدول العربية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة للتفضل بتسلم رئاسة الدورة 147 لمجلسنا الموقر، متمنيا له التوفيق والنجاح في إدارة أعمالها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أعلن افتتاح أعمال الدورة العادية 47 بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزراء، واسمحوا لي أن ألقي كلمتي. أصحاب المعالي سادة وزراء خارجية الدول العربية، معالي السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، أود في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للجمهورية التونسية الشقيقة ولأخي وزميلي الفاضل معالي السيد خميس الجهناوي وزير الشؤون الخارجية على رئاسته الموفقة للدورة السابقة وجهوده المتميزة لخدمة العمل العربي المشترك. والشكر موصول أيضاً لمعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وكافة إطارات وموظفي الجامعة على حسن تنظيم أشغال هذه الدورة. كما يسعدني أن أرحب بمعالي وزير الخارجية والشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة السيد أمين حسين عبد الله الصفدي الذي يشارك معنا لأول مرة في أشغال مجلسنا الموقر، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في مهامه، وبالخصوص ونحن على أبواب القمة، قمة رؤساء دول الحكومات في عمان في آخر الشهر. أخي العزيز أهلا وسهلا ومرحبا بك. أصحاب المعالي السيدات والسادة، يجتاز الإعلام العربي مرحلة عصيبة تتميز برهانات كبرى ومخاطر جمة تهدد استقراره، وقد بات في ظل هذا الواقع المرير يعكس صورة قتيمة تتجلى في استمرار الأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن، فضلا عن معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وانسداد آفاق الحل
من أجل استقلاله واسترجاع حقوقه الوطنية والمشروعة، وقد خالفت سيداتي سادتي هذه الوضعية المتفجرة في المنطقة العديد من التحديات، لا سيما ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف وتنامي التنظيمات الإجرامية. فهذه الظواهر التي تفاقمت بشكل مقلق إلى درجة أنها أصبحت تهدد دولنا، إذن ترفض علينا توحيد الجهود وتضافرها لمواجهتها من خلال تبني استراتيجية شاملة لمعالجة التطرف باستعمال كافة السبل بما فيها الفكر والحوار ومكافحة الإرهاب، بحتمية مواجهته بكل الطرق القانونية والأمنية المتاحة. السيدات والسادة، لقد كشفت الأزمات العميقة التي تجتازها منطقتنا العربية جراء هذه الظروف الخطيرة والمشاكل المستعصية عن عجز منظوماتنا العربية في معالجة وحلحلات النزاعات وإدارة الأزمات العربية التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ المنطقة، والتي أضحت مهددة بالاختراق الخارجي مما انعكس سلبا على أداء المنظومة وتراجع دورها وثقالها في مختلف المحافل ودوائر القرار الدولية. ولذا سيداتي سادتي، فإننا نقف اليوم في مختلف الطرق، إما أن نتدرك النقائص المسجلة بشجاعة ومسؤولية، وإما أن نواصل النهج نفسه الذي لم يعد كما يعلم الجميع صالحا لمواكبة العصر ومسايرة المستجدات والتجاوب مع مقتضياتها على كل الأصعدة، لا سيما الاستراتيجية والأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كل هذا سيداتي سادتي يقتضي منا الإسراع في إدخال إصلاحات عميقة وشاملة بإحداث تغييرات جادة لمنظومة العمل العربي المشترك لتحقيق التضامن والتماسك والإصلاح والسير بخطى ثابتة نحو اندماج اقتصادي عربي يتيح للشعوب العربية بلوغ أمالها في التنمية والتقدم والرفاه. ومن هذا المنطلق أيها السادة أيتها السيدات، فإن بلادي خلال فترة رئاستها لمجلس الجامعة ستولي كل الاهتمام لمتابعة مسار إصلاح الجامعة وتطوير آلية عملها بما يضفي على عملنا العربي المشترك المزيد من النجاعة والفعالية، فضلا على عقلنة التسيير المالي لهياكل ومؤسسات الجامعة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مما يستوجب منا
تحديد الأولويات. أصحاب المعالي، السيدات والسادة، انسجاما مع ثوابتها ومبادئها تعمل الجزائر على التعاطي بموضوعية ومسؤولية مع ما تشهده بعض البلدان الشقيقة من أزمات، وتدعو لرفض كافة أشكال التدخل الأجنبي، مفضلة الحوار والحلول السياسية باعتبارها الوسيلة المثلى لإنهاء الصراعات وإرساء الأمن والاستقرار، حرصا منها على وحدة شعوبها وتمسك نسيجها المجتمعي واحترام إرادتها والحفاظ عن سيادتها وسلامة أراضيها. وفي هذا السياق تواصل بلادي عرض تجربتها في إرساء المصالحة الوطنية كنموذج واقعي وفعال يراعي جميع الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك إيمانا منها بقدرات الشعوب على تجاوز المحن والأحقاد في سبيل تحقيق السلم والاستقرار واستقرار أوطاننا التي لا بديل لها عنها. ومن هذا المنظور تحرص بلادي في مساعيها مع دول الجوار على تقريب وجهات النظر الأطراف الليبية وتشجيع على الحوار الشامل بعيدا عن التدخلات الأجنبية في إطار مسار التسوية الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة، والتي عليها أن تطلع بمسؤوليتها في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2259، حفاظا على وحدة وسيادة ليبيا وأمنها واستقرارها وانسجام شعبها. وفي هذا السياق أيها السادة أيها السيدات، تستضيف الجزائر في أبريل المقبل الاجتماع 11 لدول الجوار لبدء مزيد الجهود لتحقيق الحل السياسي عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية. أما فيما يخص سوريا الشقيقة فإنه حان الوقت لتحقيق توافق سوري سوري وانطلاق حوار شامل وجامع لكل الفرقاء السوريين للتوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة شعبها وسلامة ترابها، كما ندعو إلى بذل الجهود لاستئناف العملية السياسية في اليمن الشقيق بما يضمن وحدته وسيادته وأمنه وتطلعات شعبه الشعب الشقيق في العيش الكريم. ولا يفوتني سيداتي سادتي التأكيد مجددا على وقوف الجزائر الثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967. وختاما أيها السيدات أيها السادة، أتمنى لاجتماعنا هذا أن يفضي إلى نتائج إيجابية ملموسة تساهم
في المضي قدما نحو عمل عربي أكثر لجعة لتلبية مطالبات شعوبنا من الرقي والازدهار. وأشكركم والسلام عليكم. اسمحوا لي الآن أن أعطي الكلمة إلى السيد الأمين العام والأخ العزيز السيد أحمد أبو القيد. لك الكلمة سيدي. سيادة الرئيس، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السعادة السفراء والضيوف، السيدات والسادة، سرني أن أرحب بكم بمقر جامعة الدول العربية في استهلال أعمال الدورة 147 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وأن أتوجه بخالص التهاني إلى معالي السيد عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية على تولي الجزائر رئاسة هذه الدورة لمجلس الجامعة، وأنني لعلى ثقة بأن معاليه سيدير أعمال مجلسنا بكل كفاءة واقتدار وبما يدفع قدما بمسيرة العمل العربي المشترك. كما أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر والتقدير إلى معالي السيد خميس جهناوي وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية على ما بذله من جهود مقدرة خلال رئاسته الناجحة للدورة السابقة للمجلس. كما أرحب بمعالي الوزير أيمن الصفدي الذي يشارك في مجلسنا لأول مرة بصفته وزيراً لخارجية المملكة الأردنية الهاشمية، وأتمنى له كل التوفيق في مهمته. السيد الرئيس، سوف أتحدث بكل الصراحة الواجبة، وأجدني في شبه اتفاق كامل مع نقاط حديثك أثناء افتتاحك لأعمال هذه الجلسة بشكل عام. الصورة الإجمالية للوضع العربي تشير إلى أن منطقتنا لا زالت في عين العاصفة. الاضطرابات تضرب بعض بلداننا. الأزمات بعضها مستحكم وبعضها تفاقم وبعضها يراوح مكانه. محاولات الحل تتواصل، ولكن من دون نتائج حاسمة أو تسويات دائمة. الإرهاب يضرب دولنا ويهدد مواطنينا. العلاقة بين العالم العربي ومحيطه القريب تعاني توترات نعرفها جميعا ونعاني منها. الوضع العالمي يموج بمتغيرات متسارعة، بعضها ينطوي على مخاطر محتملة على منطقتنا العربية. من هذا المنظور أود أن أستعرض بإيجاز بعض العناوين للقضايا المعروضة على مجلسكم الموقر ضمن تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، ومن خلال بنود جدول أعمال هذه الدورة للمجلس. أولاً، ما زالت المأساة السورية جرحاً نازفاً في قلب الأمة العربية. أوضاع النازحين والمحاصرين داخل المدن واللاجئين في دول الجوار وغيرها تدمي قلوبنا جميعاً. إن وقف إطلاق النار الذي تم تثبيته في محادثات الأستانة هو خطوة إيجابية لوقف نزيف الدم، ونرجو أن يجري الالتزام به وألا تؤدي الخروقات إلى تقويده، على أن التوصل إلى وقف القتال لن يؤدي بذاته إلى استقرار الوضع السوري، فلا بديل عن تسوية سياسية للحرب الدائرة تلبي طموحات الشعب وتأخذ في الاعتبار وحدة سوريا وتكاملها الإقليمي. والمأمول هو أن تستمر المحادثات الجارية بين الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة وصولا إلى التسوية المنشودة. ومع ذلك نسجل في هذا الخصوص قلقنا وانزعاجنا حيال الغياب العربي شبه الكامل عن تسوية الأزمة السورية في مقابل الحضور اللافت لقوى إقليمية ودولية بعضها
بالتأكيد لا يأخذ المصالح العربية بعين الاعتبار. ثانيا، على صعيد الأزمتين اليمنية والليبية، فإننا نلمس تحركات دبلوماسية وجهودا من أجل حلحلة هذه الأزمات حقنا للدماء العربية وصونا لتماسك نسيج الأوطان والدول. ومن المهم تكثيف الجهود الجارية وتعزيزها وصولا إلى تسوية هذه الأزمات الخطيرة. ويتعين على الدبلوماسية العربية أن تعمل بالتضافر مع الجهود الأمومية وغيرها. ولا يفوتني في هذا المقام أن أذكر تحرك الجامعة العربية على صعيد التسوية للأزمة الليبية من خلال الترويكا التي تجمعها بكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والتي من المنتظر ضم الاتحاد الأوروبي خلال أيام إليها حتى تتوحد جهود كل الأطراف التي لديها مصلحة في إنهاء الأزمة الليبية. ثالثا، تظل القضية الفلسطينية في مكانها في قلب الهموم العربية، وليس خافيا أن الفلسطينيين والعرب لم يعد لديهم شريك على الطرف الآخر. فالحكومة الإسرائيلية أسيرة بالكامل لطيارات اليمين المتطرف وجماعات الاستيطان، وهدفها المعلن هو تقويض حل الدولتين عبر فرض أمر واقع استيطاني خارج عن الشرعية والقانون يحول دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة الأطراف على حدود 67. إننا نتمسك بصيغة الدولتين كحل وحيد للقضية الفلسطينية، وبالمبادرة العربية كخارطة طريق للوصول إلى سلام شامل في المنطقة. الالتفاف على حل الدولتين مضيعة للوقت، ومحاولات العبث بالمبادرة العربية أو تبديل أولوياتها ليست مقبولة عربياً ولن تمر. إننا نرصد تصاعد الإجماع الدولي المؤيد لحل الدولتين والرافض لسياسات الاستيطان، ويتعين علينا السعي من أجل البناء على هذا الإجماع وكسب المزيد من المواقف الدولية المؤيدة والمساندة. ونأمل أن يكون موقف الإدارة الأمريكية الجديدة بما أعلنته من رغبة صادقة في مساعدة الطرفين في الوصول إلى حل للصراع منسجما مع هذا الإجماع الدولي وداعما له. رابعا، لا زال الإرهاب يضرب منطقتنا بلا هوادة، وقد صار واضحا لدينا جميعا أن المعركة معه طويلة، وأن قطح أحد أزرعه لا يعني القضاء عليه أو اكتساثه، فلا يلبث أن يطلب وجهه القبيح في مكان آخر. إننا ننحني احتراما لكل التضحيات التي تبذل في ربوع العالم العربي كافة من أجل درء هذا الخطر عن مجتمعاتنا. مطلوب منا صوغ استراتيجية شاملة لتحصين العالم العربي، ليس فقط من الزاوية الأمنية، وإنما أيضا من الناحيتين الفكرية والثقافية. وأقول بكل وضوح أن هذه الاستراتيجية الشاملة التي ننشدها لا يمكن صياغتها وتنفيذها إلا في إطار عربي جماعي، ومن خلال أطر للتعاون مع مختلف القوى العالمية التي يهددها الإرهاب. ولا يفوتني في هذا الخصوص أن أهنئ العراق على انتصاراته المتواصلة على تنظيم داعش الإرهابي وتطهير أراضيه من جرائمه. خامساً، تحتاج المنطقة العربية كذلك لاستراتيجية جماعية للتعامل مع دول الجوار الإقليمي. ما زال بعض هذه الدول يمعن في تدخله في الشؤون الداخلية للدول العربية، ويوظف الطائفية كأداة فعالة لهذا التدخل. اليد العربية ما زالت ممدودة لعلاقة قوامها حسن الجوار واحترام السيادة والابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية،
وعلى الأطراف الإقليمية أن تدرك أن توتير العلاقة مع المحيط العربي سيجلب الخسارة للإقليم كله. سادساً، في ظل التطورات التي يشهدها الملف النووي في منطقة الشرق الأوسط، كان من الضروري إعادة تقييم مراجعة مجمل السياسات العربية في مجال ضبط التسلح وعدم الانتشار ونزع السلاح، ومواصلة الجهود العربية للتوصل إلى إبرام معاهدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط على غرار ما تم في بعض المناطق من العالم. وقد تم إعداد تقرير هام لمجموعة الحكماء سوف يعرض على القمة القادمة بالإضافة إلى عرضها على سيادتكم. سابعاً، ما زال العمل العربي المشترك وللأسف بعيداً عن دائرة اهتمام المواطن العربي العادي، ويحدوني الأمل في أن تتمكن القمة العربية القادمة في عمان من تحريك المياه الراكدة في هذا المجال عبر استراتيجية إعلامية فعالة تنجح في اجتذاب اهتمام الشعوب وبخاصة فئات الشباب. لقد رأينا بشائر هذه الاستراتيجية بالفعل في المرحلة الجارية التي تشهد الإعداد للقمة. إن العمل العربي المشترك يفقد الكثير من قيمته إن ظل بعيدا عن أعين الجمهور واهتمامه، والإعلام بكل فروعه التقليدي منها وغير التقليدي ساحة حقيقية لكسب العقول والقلوب لا يصح أن نتركها أو نتراجع عنها ونسمح لقوى التطرف والتخريب بالتمدد فيها. ثامناً، إن تحدي النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة يقع في القلب من أولوياتنا، وثمة حاجة ماسة لمبادرات تلمس الإنسان العربي وقضاياه الحياتية. هناك برامج كثيرة يجري تنفيذها ولكن من دون صدى كبير على صعيد الرأي العام. لقد حرصت جامعة الدول العربية من خلال منظومتها على الاهتمام بالقضايا الحيوية التي تهم المواطن العربي والمساهمة في تحسين نمط حياته، سواء كان ذلك على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي أو الأمني، والدفع نحو تكريس الحكم الرشيد. ويدخل في هذا المجال التقارير المقدمة إلى الدول الأعضاء عن حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية، ومساهمة الجامعة ببعثات في مراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تجري في الدول العربية وتقديم ملاحظاتها بكل حيادية وشفافية. سيادة الرئيس، وقعنا صباح اليوم اتفاق قيام الجامعة العربية بمراقبة الانتخابات الجزائرية التشريعية القادمة، وآمل أن نوفق في أداء هذه المهمة. تاسعاً، إن سياسة الانفتاح على العالم الخارجي التي تنتهجها جامعة الدول العربية من أجل بناء شراكات اقتصادية وتنموية وتشاور سياسي مع مختلف التكتلات والتجمعات الإقليمية والدولية أصبحت إحدى سمات العمل العربي المشترك، وقد شهدت الستة أشهر الماضية عدداً من المنتديات التي جرى عقدها، من أهمها القمة العربية الإفريقية في غينيا والاجتماع الوزاري العربي الأوروبي المشترك بمقر الأمانة، فضلاً عن منتدى التعاون العربي الروسي بأبوظبي ومنتدى التعاون العربي الهندي في مسقط. وهذه التحركات كلها تعزز ولا شك من تواجدنا على الساحة الدولية، وتعزز من علاقاتنا مع تكتلات دولية كبرى وقوى لها شأنها في النظام العالمي. عاشراً وأخيراً، إن محاولات تطوير أعمال ونشاطات الجامعة العربية لا زالت تسعى لتحقيق الأهداف المطلوبة، وهي إن لم تحقق حتى الآن التوافق المنشود إلا أنني سوف أستمر في
في العمل بكل همة وتفان من أجل تحقيق هذا التطوير، ومن خلال التوافق الذي يحقق المصلحة العربية والأهداف السامية للعمل العربي المشترك كما تجسده الجامعة العربية. سيد الرئيس، آمل أن تكلل أعمال مجلسنا بالنجاح والتوفيق. التحديات جسام، ولكن يقيني الراسخ أن دولنا وشعوبنا أهل لها بإذن الله. شكرا جزيلا سيادة الرئيس. أشكر باسمكم جميعا السيد الأمين العام على التقرير الدقيق والموضوعي حول ما يعيشه العالم العربي، وأعطي الكلمة إلى السيد نيكولا بلادينوف الملصق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط. السيد بلادينوف لك الكلمة. Your Excellencies, Honorable Ministers, Your Excellency, Secretary General of the Arab League, thank you for the opportunity to address the Council on the situation in the Middle East and particularly the Palestinian question. Mr. Secretary General, I applaud your unfaltering commitment to supporting Palestinian people in their rightful quest to put an end to half a century of occupation and to establish a state of their own. Their cause إن قضيتهم هي قضيتكم وهي قضيتنا، إنها قضية السلام. واليوم وإذ تواجه المنطقة تحديات تدعو كل القوى للتكاتف لمواجهة التطرف، فإن التعاون مطلوب أكثر من أي وقت مضى. في 2002 و2007 مددتم يدكم بمبادرة السلام العربية بأنه لا يمكن إقامة سلام دائم دون دولة لفلسطين ودون الاعتراف بأن الفلسطينيين والإسرائيليين لهم تطلعات لا تتحقق إلا من خلال دولتين تعيشان في ظل السلم والأمن والاعتراف المتبادل. اليوم ليس وقت التخلي عن حل الدولتين، إنه يتعرض للخطر. لا يتحدد بالبيانات وإنما بالتصرفات التي تقوضه. إن عمليات الاستيطان والعنف وغياب الرؤية السياسية هي ملامح هذا الصراع. أصحاب السعادة، من المؤسف أننا اليوم نجد أن الوضع يتدهور وأن الغضب والإحباط يزيد بين الفلسطينيين وخيبة أمل الإسرائيليين في الزيادة. إن محاولة ضم أجزاء من الضفة الغربية وتدمير بنايات الفلسطينية إلى جانب الوضع في غزة، كل ذلك يقوض حل الدولتين ويدمر الأمل بينما يقوض المتشددين على الجانبين. منذ بداية العام هناك إجراءات في الاستيطان شمل عطاءات لأكثر من 800 وحدة وبناء أكثر من 3300 وحدة. كذلك يتقدم أعمال البناء في القدس الشرقية، وهو أمر يعتبر غير قانوني في ظل القانون الدولي. إنني قلق من استمرار العنف وما يسمى بالكآب المنفردة. إن العمليات التي تستمر في فلسطين والأمم المتحدة تؤكد على أن إسرائيل ممكن أن تستخدم العنف بشكل يتوازن مع الخطر المادي. وبالطبع فهناك أمور كثيرة ما زالت بعيدة عن قدرة السلطة الفلسطينية. هناك أكثر من مليوني فلسطيني ما زالوا محصورين في ظروف غير إنسانية. أمامنا عمل كبير. هناك 50,000 فلسطيني يعيشون في ملاجئ، وهناك نقص في ميزانية الأمم المتحدة وتحتاج إلى 160 مليون زيادة. هناك خدمات في المياه والطاقة يجب أن تظل بين أولوية المطلوب. ألفت الانتباه
إلى عجز في ميزانية وكالة غوث اللاجئين ل 2017 ب 115 مليون دولار مطلوبة لتقديم الخدمات الأساسية للبؤساء من اللاجئين الفلسطينيين. كذلك فإن إلقاء الصواريخ على إسرائيل وإغلاق غزة أقنع كثيرين بعدم وجود فرصة للأمل. هذه العمليات تهدد بالتصعيد ولا بد من إنهائها. هذه الاتجاهات ترسخ وضع الدولة الواحدة بما يجعل الاحتلال مستمرا ومعه الصراع. إن دور جامعة الدول العربية يعتبر أساسيا. كذلك فقد اعتمد مجلس الأمن الدولي قرار 23/34 وكذلك في مؤتمر باريس أكد المجتمع الدولي التزامه بحل الدولتين ومن حاجة إلى مزيد من الالتزام الدولي. أرحب بالتزام جامعة الدول العربية بدعم هذه الأهداف، إلا أن قوة الاحتلال لها قوتها المثيلة. لابد من تغيير السياسات بحيث تتسق مع الاتفاقات السابقة مع السلطة الفلسطينية، وعلى فلسطين أن ترعى عمليات بناء الدولة الجديدة. أريد أن أوجه التحية للحكومة الفلسطينية والمجتمع المدني على إنهاء أجندة السياسة الوطنية. إن ترجمة الرؤية إلى واقع يعتبر أساسيا لإقامة الدولة الفلسطينية والأمم المتحدة جاهزة لتقديم المساعدة. إن التاريخ الدموي لهذا الصراع قدم لنا دروسا كثيرة تعلمنا من بعضها وخسرنا بعضها الآخر، منها أن الفرص نادرة ويجب أن ننتهزها، ومنها أن الحلول الوسط الوصول إليها صعب. ثم إن البيانات والتصريحات لا تكفي، المطلوب هو العمل وعمل القيادات والمجتمع الدولي وكذلك من المنطقة. نوجه لكم الشكر على إتاحة هذه الفرصة للتحدث إلى المجلس، وأعبر نيابة عن جامعة الأمم المتحدة وعن الأمين العام عزمنا على العمل بشكل وثيق مع جامعة الدول العربية. إن الأمم المتحدة تقف وتواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وكل من يعملون من أجل السلام وتحقيق حل منصف وعادل لهذا الصراع، وأتمنى لكم التوفيق وشكرا. أشكر السيد نيكولا ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، وأعلن انتهاء أعمال الجلسة الافتتاحية، ونستأنف أشغالنا في جلسة العمل الأولى للمجلس وهي علنية، وسيتم فيها إعطاء الكلمة لمن طلبها. لنا قائمة طويلة، وأطلب من الإخوان حتى يعني ما يتجاوزوش أكثر من 5 دقائق لنعطي الفرصة لكل واحد منكم ولمن رغب أن يلقي كلمة. نحترم ربما الوقت، 5 دقائق لكل من طلب الكلمة. عندي 10 مسجلين في هذه القائمة، وأعطي الكلمة للسيد رضا الملكي وزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة. أخي العزيز تفضل لك الكلمة. شكرا على الأخ عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية الدول العربية، معالي الأخ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الإخوة الوزراء ورؤساء الوفود. بداية اسمحوا لي أن أتقدم بالتهنئة الحارة للجمهورية الجزائرية لرئاستها الدورة 147 لمجلس وزراء الجامعة العربية، كما أتقدم بالشكر الكبير للجمهورية التونسية وشخص أخي معالي الوزير خميس الجهناوي
وزير الشؤون الخارجية على رئاسته الدورة 146 بكل اقتدار، كما أرحب بأخي وزير الخارجية وشؤون المغتربين للمملكة الأردنية الهاشمية الأخ أيمن الصفدي. الأخوات والإخوة، يأتي انعقاد الدورة الحالية في ظروف طالما وصفت بالصعبة والمعقدة، إذا ما علمنا جميعا أن المشكلات التي تعانيها دولنا العربية وشعوبها لا زالت قائمة ولا زالت تدمر إمكانيات ومقدرات دولنا، على الرغم مما يبذل من جهود مقدرة للتغلب على هذه المشاكل والصراعات الدائرة والتي حققت بعض التقدم، كذلك لا زال الشعب الفلسطيني يعاني من استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية والاحتلالية والاستيطان المستمر. ونحن نعقد دورتنا هذه نأمل أن تكون ذات توجه حقيقي لنتغلب على هذه المشاكل المشار إليها، وأن تجتمع كلمة قادتنا ودولنا على وضع الخطط العملية والفعالة في حل كافة هذه القضايا، وصولا إلى أن يعم الاستقرار والأمن والسلام في ربوع هذه الدول، والتوجه نحو التنمية وتقوية أسس الاقتصاد وتقدمه، والاستفادة من كافة المقدرات التي تختزنها دولنا والكفاءات التي تتمتع بها شعوبنا العربية. ومن هنا نتطلع بأمل كبير إلى مؤتمر القمة 28 أواخر الشهر الجاري في المملكة الأردنية الهاشمية وفي منطقة البحر الميت، كمحطة هامة من أجل النهوض واتخاذ قرارات مصيرية على طريق تحقيق الأهداف المرجوة من العمل العربي المشترك. معالي الوزراء ورؤساء الوفود، نحن نثق تماما أنه بالرغم من كل ما تعانيه أمتنا العربية، فإن القضية الفلسطينية ظلت وبقيت تحتل الصدارة كقضية مركزية لأمتنا العربية، وإذ يعيش أبناء شعبنا ظروفا صعبة بسبب استمرار هذا الاحتلال وإجراءاته العدوانية والاستيطانية، فإنه يثبت يوميا أنه متمسك بحقوقه الشرعية وثابت بل صامد على أرض وطنه، وملتزم بالدفاع عنها بكل ما أوتي من قوة ومن عزم، وهو لن يقبل بأقل من أن ينتهي الاحتلال ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بكل ما تحمله من قيمة تاريخية ودينية للعرب والمسلمين. وهذا سيكون إن شاء الله طال الزمن أم قصر، وبفضل دعم أمته العربية والإسلامية وأحرار العالم. معالي الأخ الوزير، الأخ أمين العام، الإخوة رؤساء الوفود، لا زالت إسرائيل تخالف وبكل صلف كل القرارات وتوجهات الدولية التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال وتنفيذ مبدأ حل الدولتين، بل على العكس، وبدلا من الاستجابة للتوجهات الدولية لا زالت تعطل التسوية بل وتعمل على تقويض الحل السياسي من خلال إجراءاتها المستمرة. فإقرار قانون التسوية للمستوطنات العشوائية التي كان مرفوضا حتى في القانون الإسرائيلي، والبدء بشرعنتها وهي المقامة على أراضي المواطنين الخاصة التي تم الاستيلاء عليها بالقوة من قبل غلاة المستوطنين، تهدف القانون إلى تطويرها وتمكينها. وهذا الأمر ليس فقط يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، بحيث يعتبر تشريعا لعملية الضم التي بدأوا الإعلان عنها والتحدث بخصوصها بكل علانية، حتى أصبح النقاش اليوم حول عملية ضم شاملة أو مراحلية تبدأ بمستوطنة معالي أدوميم وتشمل منطقة E1 ذات الحساسية العالية، والتي ستعني عمليا تقسيم الضفة الغربية بين شمالها وجنوبها دون رابط جغرافي، مما يعني استحالة قيام الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا. ناهيكم عن التوجه لضم الأغوار وما تمثله بحوالي 40% من مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى بقية القرارات الإسرائيلية الأخيرة، وخاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن الأخير 2334 الداعي إلى وقف الاستيطان، حيث زاد عدد الوحدات الاستيطانية التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية عن 6000 وحدة في الضفة والقدس خلال الفترة الأخيرة فقط. فوق كل ذلك، فإن الإجراءات الإسرائيلية العنصرية والمتعلقة بمنع الأذان وباستمرار الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك وبناء الأنفاق التي تهدد أساسات الحرم القدسي الشريف، والسعي الدائم لتقسيمه مكانيا بعد أن قسم زمانيا، كل ذلك يزيد من توتر الأوضاع في المنطقة وينذر بتطورات جد خطيرة إذا ما صرت الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار بمخططاتها. وفي ظل هذا الواقع الخطير، فإنه مطلوب منا في الجامعة العربية واللجنة الرباعية العربية لإنهاء الاحتلال وكل الأشقاء ضرورة التحرك السريع لمواجهة كل ذلك،
ولإشعار العالم والدول الفاعلة في المجتمع الدولي ضرورة التدخل من أجل وقف كل هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وتوجه المجتمع الدولي، وإلا فإن خطورة تفجر الأوضاع وعدم السيطرة عليها سيكون من سمات المرحلة القادمة. كما أن الحديث المتواصل والذي يخبو ويتصاعد حول نقل البعثات الدبلوماسية الأجنبية للقدس المحتلة لهو تهديد خطير للمواقف والقرارات الدولية وقوانينها الناظمة وتخط للخطوط الحمر التي اعتمدناها في القمم العربية السابقة، مما يتطلب منا رسالة قوية واضحة لا لبس فيها أو إساءة لتفسير. من جهة أخرى يجب أن ننسق حركتنا لمحاصرة التمدد الإسرائيلي على مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع دول العالم وتحديداً مع القارة الإفريقية، ونأمل أن نتمكن بمساعدة الأمانة العامة لعقد اجتماع سريع على المستوى الوزاري للدول العربية الإفريقية، إضافة للدول العربية صاحبة الصناديق التنموية التي تقدم الدعم للقارة الإفريقية، من أجل وضع خارطة طريق تسمح لنا التصدي لهذا التمدد الإسرائيلي الهادف لضرب العلاقات العربية مع القارة الإفريقية، ومن أجل استثمار صوتها صوت الدول الأفريقية لإنجاح المحاولة الإسرائيلية للاستحواذ على عضوية مجلس الأمن للأعوام 2019-2020 والتي وجب التصدي لها بحزم، ونقدر الجهد المبذول من قبل معالي الأمين العام في مواجهته لهذه المحاولة الإسرائيلية. معالي الإخوة الوزراء، الأخ الأمين العام، تعمل القيادة الفلسطينية وبالتشاور والتنسيق المتواصل مع القيادات العربية من أجل الاستمرار في التحرك الدبلوماسي المستند إلى الثبات على الأرض والصمود في وجه المخططات الإسرائيلية المختلفة، من أجل إنجاز الحقوق المشروعة لشعبنا لنتمكن من استثمار هذا الزخم السياسي الدولي. وبوقت ليس ببعيد تم عقد مؤتمر باريس الدولي الذي أكد على ضرورة تطبيق مبدأ حل الدولتين، كما أن التحرك الدبلوماسي الفلسطيني والعربي في مجلس الأمن والذي أفضى إلى صدور قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أدان الاستيطان ومخرجاته بل وطالب بوقفه لهو تأكيد جديد على أن العالم والمجتمع الدولي لديه رؤية واضحة للحل السياسي الذي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. إن ذلك يتطلب مسؤولية عالية من الجميع لإنجاز المصالحة الوطنية التي تعد عنصراً هاماً وأساسياً في الموقف الفلسطيني الذي يواجه التحديات، كما أن القيادة الفلسطينية تتوجه بإرادة قوية من أجل تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وخاصة عقد المجلس الوطني التي بدأت التحضيرات الجادة لذلك، خاصة بعد عقد الاجتماع الوطني الموسع الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت أوائل العام الحالي تحضيراً لعقد المجلس الوطني على أرض دولة فلسطين. وفي هذا الإطار فإننا نرفض كافة المحاولات التي تحاول إطالة عمر الانقسام والتي تسعى لبلبلة الوضع الفلسطيني ومحاولة خلق البدائل وإضعاف منظمة التحرير الفلسطينية ممثلنا الشرعي والوحيد. ولقد علمتنا التجارب أن مثل هذه المحاولات سيكون مصيرها الفشل، لأن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق في التغيير والتطوير ولا يتم القبول بأي إملاءات من أي جهة كانت. معالي الإخوة الوزراء، رؤساء الوفود، سيتطلع شعبنا الفلسطيني دائما إلى إخوانه العرب للاستمرار في دعمهم كما عهدناهم، ونحن نعتبر أن عمقنا العربي والإسلامي هو الحائط الذي نستند عليه في نضالنا من أجل تثبيتنا ودعم صمودنا على أرضنا وإرجاع حقوقنا المشروعة وحماية شعبنا بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. شكرا لكم على كل الدعم والمساندة، وكلنا ثقة بكم وبمواقفكم القومية والأخوية الراسخة في سبيل رفعة أمتنا العربية والإسلامية قضاياها العادلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للسيد رضا الملكي وزير خارجية دولة فلسطين، والكلمة الآن للسيد أمين صفدي وزير خارجية وشؤون المغتربين للمملكة الأردنية الهاشمية، لك الكلمة سيدي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأخ عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة،
رئيس الدورة العادية 147 لمجلس الجامعة، أصحاب المعالي وزراء الخارجية للدول العربية الشقيقة، أصحاب السعادة معالي الأمين العام أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، أصحاب السعادة رؤساء البعثات، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أكون بينكم اليوم ممثلا لوطني للمرة الأولى في مجلسكم الموقر. أشكركم على أمنياتكم الطيبة لمناسبة تسلمي أمانة المسؤولية وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وأتطلع إلى التعاون معكم على بلورة البرامج وانتهاج السبل الكفيلة بتحقيق الأفضل لأمتنا العربية. واسمحوا لي بداية أتقدم بالتهاني لمعالي وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة على تسلم بلاده رئاسة الدورة العادية لهذا المجلس الكريم 147. معالي الأخ، أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. وأتوجه لمعالي السيد خميس الجهناوي وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية التونسية الشقيقة رئيس الدورة 146 بالشكر والتقدير لما بذله من جهد دؤوب خلال فترة أعمال الدورة الماضية. معالي الأخ، قدمتم خيرا ولكم الشكر على كل ما بذلتم من جهود طيبة أسهمت في دعم مسيرة العمل العربي المشترك. شكرا لكم. أصحاب المعالي، الزملاء الأعزاء، تحدق الأزمات بأمتنا من كل صوب، ثم تتحدي الحروب والصراعات والانقسامات، وهناك تحديات الإرهاب والتجهيل والقهر والاحتلال، إضافة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبالمقابل ثمة فرص كبيرة للانتصار على الجهل وتطوير التعليم وفتح آفاق التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، خطوات رئيسة على طريق بناء المستقبل الآمن المشرق المنجز الذي تستحقه شعوبنا. تجاوز التحديات وحصد الفرص يستدعيان تفعيل العمل العربي المشترك ضمن أطر مؤسساتية وعلى أسس موضوعية عملانية تستمد قوتها من واقعيتها ومن قوة إرادتنا أن نحدث فارقا في واقعنا العربي الصعب. وهذا ما نأمل أن تحققه قمة عمان، أن توفر منبرا لإطلاق جهد عربي مؤسساتي فاعل وبرامج عمل ومبادرات محددة تزيد من قدرتنا على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجاز وخدمة قضايانا العربية المشتركة. وفي مقدم هذه القضايا القضية الفلسطينية التي تظل قضيتنا الأولى، فلا أمن ولا استقرار ولا سلام في المنطقة من دون حل يرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق، فينهي الاحتلال ويضمن حق الفلسطينيين في الحرية وفي الدولة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. لا بديل عن حل الدولتين، وستظل المملكة تعمل بكل طاقاتها وبالتعاون والتنسيق مع الأشقاء ومع المجتمع الدولي على إعادة إطلاق مفاوضات سلمية جادة بهدف إنهاء الصراع على أساس هذا الحل ووفق المرجعيات المعتمدة، خصوصا مبادرة السلام العربية التي تطرح حلا شاملا ودائما للصراع تبنته كل الدول العربية ودعمته منظمة التعاون الإسلامي. وستستمر المملكة الأردنية الهاشمية أيضا، وانطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، في التصدي لأي محاولة لتغيير الوضع القائم في المدينة المقدسة، وفي رفض جميع الخطوات الأحادية التي تهدد الهوية العربية للمدينة المحتلة. أصحاب المعالي، الزملاء الكرام، الحرب ضد الإرهاب حربنا، نخوضها دفاعا عن أمننا وعن شعوبنا وعن صورة الدين الإسلامي الحنيف وقيم السلام
واحترام الحياة التي يمثل. لابد من أن نكرس تعاوننا لهزيمة الضلاليين عسكريا وأمنيا وفكريا. لابد من دحر خوارج العصر في ساحات القتال التي فرضوها قتلا وترهيبا، ولابد من تعرية ضلاليتهم في المدارس والجامعات وكل منابر الحوار العام. لابد من تغيير بيئات اليأس السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي يستغلها الضلاليون لبث سمومه الفكرية. فالإرهاب مسخ تستوجب هزيمته إنهاء اليأس وبث الأمل بمستقبل لا قهر فيه ولا عوزة ولا ظلمة ولا احتلال. لذلك يجب أن تتضافر كل الجهود لحل الأزمات التي استغلها الإرهابيون مدخلا لنشر جهلهم ودماريتهم. يجب التوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق، وتدعم المملكة كل جهد يستهدف الوصول إلى حل يقبله السوريون ويلبي حقهم في العيش بأمن وسلام. من هنا شارك الأردن في محادثات أستانا مراقبا ودعمها جهدا لتحقيق وقف إطلاق نار شامل على جميع الأراضي السورية، وخطوة لإعادة إطلاق مفاوضات جنيف التي تشكل الإطار للوصول إلى اتفاق سلمي وفق جنيف واحد وقرار مجلس الأمن الدولي 2254. الزملاء الكرام، إن استمرار تقديم الدعم للاجئين السوريين استثمار في مستقبل المنطقة وأمنها. فإما أن نترك مئات الألوف من الأطفال اللاجئين ضحية للعوز والجهل واليأس فيستغل الضلاليون بؤسهم، وإما أن نوفر لهم ما يستحقون من رعاية وتعليم وتمكين فيكونون الجيل الذي سيعيد بناء وطنه وقت ما يعود إليه. ولقد تحملت المملكة فوق طاقتها وهي توفر الأمانة والمدارس والعلاج لما يزيد عن 1,300,000 سوري، ونحن إذ نشكر كل من ساهم في مساعدتنا على مواجهة هذا العبء، لنؤكد ضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاء اللاجئين في المملكة وفي بقية الدول المضيفة لهم. وأما بالنسبة للعراق الشقيق، فيرحب الأردن بالتقدم الذي يحققه في القضاء على الإصابات الإرهابية الداعشية وعلى الأخص في معركة الموصل. ونحن نقف مع العراق موقف الشقيق المؤازر في سعيه تثبيت النجاحات وضمان ديمومتها وتحقيق الاستقرار وترسيخ عملية سياسية تحقق مصالحة وطنية شاملة تضمن حقوق كل مكونات الشعب العراقي الشقيق في وطن آمن مستقر منجز. وسنبقى في الأردن داعمين لجهود إعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن الشقيق تحت القيادة الشرعية المتمثلة بفخامة الرئيس المنتخب عبد رب منصور هادي، واستنادا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216. أما الشقيق ليبيا فتدعم المملكة جميع الجهود والمبادرات السياسية التي تقوم بها الدول العربية الشقيقة المجاورة لليبيا لجمع الفرقاء الليبيين لاستئناف الحوار فيما بينهم وتحقيق التوافق دعما لجهود المصالحة الوطنية برعاية أممية على نحو يعيد لليبيا الشقيقة استقرارها وأمنها ويؤكد وحدة أراضيها ويساعد على دحر الإرهاب والتطرف. معالي الرئيس، أصحاب المعالي الزملاء، أصحاب السعادة ورؤساء الوفود، سيستقبل الأردن القادة العرب في الدورة العادية 28 للقمة العربية التي سيقر مجلسنا الكريم اليوم جدول أعمالها، والتي نعد لها بتعاون وتنسيق كاملين ومثمرين مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ونحن إذ نتطلع إلى الترحيب بالقادة وبكم في رحاب المملكة الأردنية الهاشمية في عمان الوفاق والاتفاق العربي، لنأمل بأن تشكل القمة منطلقا لتعزيز العمل العربي المشترك خدمة لمصالح أمتنا العربية وقضاياها العادلة وتلبية لتطلعات شعوبنا وطموحاتها. وفقنا الله جميعا إلى ما فيه خير أمتنا الواحدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر باسمكم جميعا السيد وزير خارجية المملكة الأردنية
الهاشمية الشقيقة، وأعطي الكلمة الآن إلى الدكتور إبراهيم الجعفري وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق. دكتور لك الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله. معالي السيد عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المحترم رئيس الدورة العادية 147. أصحاب المعالي وزراء الخارجية العرب المحترمون، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية المحترم، السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. في البدء أتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى الجمهورية التونسية الشقيقة على جهودها المبذولة خلال فترة رأسها الدورة 146 على المستوى الوزاري، والشكر موصول لأخي معالي الأخ سيد خميس الجهناوي وزير خارجية الجمهورية التونسية لما بذله من مساع طيبة في هذا الشأن لخدمة العمل العربي المشترك وتلبية طموحات شعوبنا العربية. ونرحب برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة للدورة 147 متمنين لها النجاح والتوفيق. حضور الكرام، أبدأ بتطورات الساحة الساخنة والميدان الذي لفت انتباه العالم، ويفترض أنه يكون أكثر تأثيرا واستقطابا لشقائنا العرب حتى يتحدثوا عنه بقوة وبصراحة وبمباشرة، خصوصا أن الميدان العراقي صحيح أن الأرض أرض عراقية، لكن الذين يقاتلون هناك يستهدفون كل دول العالم خصوصا الدول العربية. لذلك لهم بل عليهم أن يتابعوا ما يجري في العراق خطوة خطوة وتطورات الساحة والميدان بكل اهتمام، ويتحدثون بخطاب واضح وصريح وغير خجول عما يحصل في العراق. كان داعش يسيطر على 40% من أراضي العراق عام 2014 مع أول تشكيلة الحكومة الحالية الوطنية الحالية، وكانت مدافعهم قذائفهم على أسوار بغداد والدولة بعاصمتها. أما الآن فداعش محاصر في بضعة كيلومترات من الساحل الأيمن للموصل بعد أن تحرر الساحل الأيسر في ذات المدينة، وإن شاء الله ما هي إلا أيام وتسمعون بخبر تحريرها بالكامل. كيف تحقق ذلك في غضون أشهر معدودة؟ تحقق بدماء العراقيين، كل العراقيين، من كل أبناء المذاهب سنة وشيعة، من كل أبناء الديانات، من كل أبناء القوميات، من كل أبناء الاتجاهات السياسية. هذا الحلم اللي قد تتغنى به كثير من الدول هو اليوم واقع في الأرض العراقية، بس نحتاج إلى عين باصرة بل بصيرة نافذة حتى ترى الأمور على حقيقتها على الأرض العراقية. المعركة ليست بين طائفة وطائفة، وليست بين قومية وقومية، المعركة بين العراقي كله ضد الإرهابيين كلهم من دون استثناء. لذلك هي معركة إنسانية بامتياز يحملها العراق ويتحمل مسؤوليتها، وسيواصل إن شاء الله تعالى ويواصل تحقيق النتائج المرجوة، ولن يتردد ولن يبخل بأزكى الدماء الآن يعطيها الشعب العراقي حتى يصل إلى هذه النتيجة. تتذكرون جيدا كيف هب الشعب العراقي تفاعلا مع نداء المرجعية الدينية التي أثبتت دائما أنها أنها تمارس الأبوة الحانية على كل أبناء الشعب العراقي من كل أبناء المذاهب والديانات والقوميات. هب ملبيا نداءها ومارس الحشد الشعبي دوره الرائع للذود عن العراق بروح استشهادية معقلنة وذات قيم، وليس الروح الشرسة الوحشية التي يمارسها داعش. شارك في ذلك كل أبناء القوات المسلحة العراقية، الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة من الأخوة الأكراد وأبناء العشائر وكافة القوات. تتذكرون ذلك جيدا، وقد وضعتكم في صورة ما كان يحصل بين لقاء ولقاء. بعد تحرير الرمادي والفلوجة وصلاح الدين وبيجي وديالة انطلقت عملية تحرير الموصل المعقل الأخير لداعش، وقد اكتمل تحرير الساحل الأيسر، والآن بدأ تحرير الساحل الأيمن. لم يبقى إن شاء الله إلا بضعة كيلومترات يقاتل عليها التنظيم الآن، وهي أيام
وسنزدف لكم بإذن الله تعالى إنهاء داعش في العراق وإعادة عاصمة دولتي المزعومة لأحضان الوطن. خلال أيام تم تحرير مطار الموصل ومعسكر الغزلاني وعدة أحياء، ووصلت قواتنا أمس إلى قلب الساحل الأيمن. رابعا، مراعاة المدنيين والحفاظ على حياتهم هو الأساس، وحركة قواتنا حذرة بسبب وجودهم. عندما وضعونا بالخيار الصعب بين أن نلتزم بالجدول الزمني والمواقيت الزمنية وبين أن تكون ضريبة ذلك تلك السرعة هو التضحية بهؤلاء، آثرنا أن نمد الزمن ونتحمل التأخير لئلا يكون ثمن الالتزام بالوقت هو مزيد من سفك الدم. لكن داعش لا يتوانى عن استخدام كل المحرمات. قبل أيام استخدم الكيميائي مثلا. المعركة وإن كانت صعبة وشرسة، لكن قواتنا تحاول إنهائها بأسرع وقت وبأقل الخسائر. خامسا، انخفضت العمليات الانتحارية بالموصل إلى 5 فقط باليوم الواحد، وانخفاض بنسبة 75% عن السابق. سادسا، تم أسر عشرات الدواعش، وسابعا النازحون أكثر من 200,000 مواطن من الموصل وحدها. إنه نصر لكل من ساعدنا على الانتصار، سواء بدعم عسكري أو مالي أو سياسي أو إعلامي أو حتى معلوي. الصراع في العراق وهذه الحرب بالذات حرب مركب إرادات، إرادة خير بكل ما تحمل من فكر وقيم، ضد إرادة الشر بكل ما تعكس من فكر الإرهاب أموالا وإرهاب، وبعض الدول والمنظمات وأعلام الإرهاب، المعسكرات التي تعدهم لتنفيذ عمليات الشر، والطرق التي يسلكوها للوصول إلى العراق وارتكاب هذه الجرائم. الوضع السياسي في العراق، نحن في العراق ورغم الحرب الشرسة على الإرهاب وما تفرضه من إجراءات واستحقاقات، ماضون بإذن الله تعالى في الإصلاحات التي بدأتها حكومة الأخ العبادي التزاما ببرنامجها الحكومي وبالتشاور مع كل المكونات السياسية، وبما يحقق إصلاحات إدارية واقتصادية وسياسية تضمن مشاركة ومساهمة جميع مكونات الشعب العراقي في تحمل المسؤولية، انطلاقا من أهمية توفير البيئة الاجتماعية المتماسكة والخانقة لكل المحاولات التي تروج للخلافات الطائفية. أولت الحكومة جل اهتمامها بتنقية الأجواء وإشاعة روح المحبة والثقة بين أبناء البيت العراقي الواحد، وتوفيت الفرصة على المتصيدين بالماء العكر. الاختراق التركي في الوقت الذي نثمن فيه قرار الإجماع العربي لرفض التوغل التركي داخل الأراضي العراقية، إلا أننا نأمل بدعم أكبر وضغط أكبر على جارة تركيا لأن تنسحب وتحترم سيادة الشعب العراقي، وهي اليوم ليست فقط تتجاوز السيادة بحجم العراق إنما بحجم الأمة العربية، بعد أن أثبتت في مؤتمر وزراء الخارجية السابق أن كلمتها اجتمعت برفض هذا التدخل والوصول 110 كيلومتر عمق في منطقة بعشيقة. شأن العربي، فلسطين هي قضيتنا الأولى الأم، وهي محك قيمنا وإرادتنا. لذلك عندما نتحدث عن فلسطين نتعامل ونتكلم عن القيمة الحقيقية للعرب، أين كانت وأين وصلت. يجب أن تخرج القضية الفلسطينية من أطر الخطب والاستنكارات والإعلام إلى أطر الخطوات العملية على الأرض. لسنا في أزمة خطب كما أننا لسنا في أزمة إعلام، أننا في أزمة خطوات عملية على الأرض. كيف نصون هذا الشعب الذي قاتل وكان سخيا وبطلا وأعطى دماء بلا حدود؟ لابد أن نقف إلى جانبه وقفة. لسنا طرفين، نحن فلسطين وفلسطين نحن. هذا الشعور، الأطفال والكبار والصغار والشباب والشيوخ والنساء، كل شيء في فلسطين يعبر عن هويتنا جميعا. ليبيا، ندعم الجهود الدولية لإعادة الأمن والاستقرار لها. سبق وأن عبرنا عن موقفنا بكل صراحة، نحن مع الخيارات السياسية مع احترام إرادة الشعب الليبي. وأما اليمن، بعد مرور 24 شهرا على الحرب الدائرة في اليمن، لقد قلتها في شرم الشيخ في الاجتماع الذي ترافق مع العملية العسكرية،
نحن مع شقائنا العرب لا نريد أن تتقطع أوصال العرب، ونعتقد وكما وصفتها في ذلك الخطاب أن هذه حرب لا غالب فيها، الغالب والمغلوب كلاهما خاسران. دم العرب ينزف، كرامة العربية تجرح، نحن نريد لهذا الدم أن يختزن وأن يعطى في ميدان المعركة الذي هو أجنبي على محل الأمة العربية وليس بين أطراف الأمة العربية. لا يزال الوقت يتطلب منا أننا نتحلى بعقلية المراجعة، نراجع ما حصل وبشجاعة نتخذ نتدارك المواقف التي حصلت لما فيه خير الأمة العربية، خصوصا بالنسبة للأخوة في اليمن. سوريا اليوم كما هو أي بلد من بلداننا أمانة الله بأعناقنا. نحن جامعة الدول العربية، لا نمثل حكاما فقط ولا حكومات فقط، نمثل شعوب عربية، نمثل أنظمة عربية، دول عربية تقوم على قاعدة الشعب. هذا الشعب يجب أن يحترم. الطفل العربي واحد والمرأة العربية واحدة، كل شيء في أي بلد عربي يعبر عن كل العرب من دون استثناء. لا ينبغي أن نطبع أنفسنا ونتعود أننا نستمرئ ونستأنس ونتقبل أن تغيب دولة عربية. لا يمكن. سوريا بتاريخها، لست سوريا بالجنسية لكني سوري إلى مخ العظم، كما أنني مصري إلى مخ العظم، ما دام المصري والسوري جزء من هذه الأمة. لا معنى أننا نتمسك بالأمة ونفرط بأجزائها وأطرافها. إلى متى نستسلم لهذه هذه الحالة؟ علينا أن نعيد النظر بشجاعة بالغة ونضع حد لهذا الوضع. سوريا بالنتيجة غيابها نقطة ضعف علينا جميعا. نحن لا تخوننا الشجاعة عندما نشخص أي حاكم وأي حكومة تخطأ، نباشر ونقول أنها خطأ، لكن ذلك لا يعني أننا نقاطع. الخلافات مدعاة للحوار وليست مدعاة للقطيعة. القطيعة لا تسوي شيء. إضعاف أي دولة عربية إضعاف لنا جميعا. الدول الأخرى خارج منظومة جامعة العربية وحدت نفسها على خلفيات متعددة بالديانات والقوميات والابتعاد الجغرافي والحروب التي تجاوزت قرون من الزمن. حرب 116 سنة بين فرنسا وبين بريطانيا، توحدت الآن الاتحاد الأوروبي واحد، ونحن نشترك في كل شيء. لكن للأسف الشديد لا يجمعنا شيء. سر قوتنا بوحدتنا، أو على الأقل بجمعنا. إن لم تكن بالوحدة فبالإجماع العربي، إن لم نتوحد فلا أقل أننا نجمع شملنا ونستحضر مشتركاتنا وما أكثرها. يدفعني لطرح ذلك استغاثة أمة شاء الله أن يجعلها خير أمة أخرجت للناس وأنجبت، حملت المحبة ونشرت لواء العدل والإحسان. يعون عليكم أن تتمثل كل شعوب هذه الأمة وغيبوا عن التمثيل شعب سوريا البطل بكل تأريخه وحضارته وبطولاته وما حباه الله من ثروات علمية ومادية. تريدون أن تسمعوا صوتي إذا لا سمح الله لسبب أو لآخر أحدكم ما تمثل هنا؟ شوفوني الآن شلون أتكلم عن غاب، سأتكلم عنكم بنفس القوة وبنفس الحماس. ولا يمكن أن نقول نحن أمة عربية ما لم يكن كل واحد من عندنا يمثل شعوبها جميعا. كيف هذا؟ مش شعر جاي أتكلم، هذا إحساس بالعمق. لابد أن نتجاوز هذه الأزمة. لذلك إخواني، العراق يدعو أشقائه العرب لمراجعة القرار السابق بتعليق الحضور السوري للجامعة العربية، لتكون سوريا بين أشقائها ليسمعونا من كثب ونسمعهم كذلك من كثب. المباشرة حول هذه الطاولة، يجب أن تتسع هذه القاعة لكل الفرقاء العرب إذا كانوا مختلفين، نسمعهم ونسمعهم صوتنا. شكرا جزيلا على السماح لهذه الكلمة، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور. أظن الأمين العام سعد طلب الكلمة، لك الكلمة سيد أحمد. طلبت الكلمة؟ إذن الكلمة إلى معالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية. السيد شكري تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الوزير عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة،
يسعدني بداية أن أتقدم باسم جمهورية مصر العربية بخالص التهنئة للجمهورية الجزائرية الشقيقة على توليها رئاسة الدورة 147 لمجلس الجامعة الدول العربية، وأن أؤكد على تطلعنا للتعاون الوثيق مع معالي الوزير عبد القادر مساهل والحكومة الجزائرية، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد الوزير خميس الجهناوي وزير الخارجية الجمهورية التونسية على قيادته الحكيمة لاجتماعات الدورة السابقة. كما أنتهز هذه الفرصة لأرحب بمعالي الوزير أيمن الصفدي وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، واثقا من أن مشاركته في أعمال مجلسنا سوف يمثل إسهاما مثمرا في أعماله. إن انعقاد هذه الدورة الجديدة من مجلسنا يأتي في ظل استمرار تعقد أزمات المنطقة القديمة والمستحدثة، وتفاقم مخاطر الاستقطاب والانقسام الطائفي والمذهبي والصراعات المسلحة واستفحال مخاطر الإرهاب. فلا زالت عملية السلام في الشرق الأوسط متعثرة، ولا زال هدف الوصول لتسوية عادلة وشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين بعيدا. ولعلكم قد تابعتم الجهود الحثيثة التي قامت بها مصر على مدى الأشهر الأخيرة، بدءا من جهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو من العام الماضي لإحياء عملية السلام، ومرورا بالجهود مصر داخل مجلس الأمن أو على المستوى الثنائي مع أطراف النزاع أو دوليا مع القوى الدولية المؤثرة لإعادة فتح أفاق البحث عن حل عادل ومنصف لأشقاء الفلسطينيين وفقا للأسس والمرجعيات الدولية المتفق عليها، مع التأكيد على موقف مصر الثابت والرافض لفرض الأمر الواقع والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والتوسع الاستيطاني في الأراضي العربية المحتلة. أصحاب المعالي والسعادة، يأتي اجتماعنا اليوم والأزمة السورية قد دخلت عامها السادس، ونزيف الدم لا زال مستمرا، غير أن الأسابيع الماضية شهدت تطورا إيجابيا تمثل في انعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات في جنيف، وما أسفرت عنه من اتفاق لأول مرة على جدول أعمال موضوعي، والخروج من النقاش العقيم حول القضايا الإجرائية لمناقشة لب المشكلة وإمكانيات حلها. والمطلوب اليوم هو تكاتف الجهود لدعم مسار المفاوضات باعتباره الطريق الوحيد للوصول للحل السياسي المنشود الذي يحقق طموحات الشعب السوري ويحافظ في الوقت نفسه وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، ويصون مؤسسات دولتها ويقيها خطر الإرهاب والمنظمات التكفيرية. أما بالنسبة للأزمة في ليبيا، فلعلكم جميعا قد تابعتم الجهود الحثيثة التي بذلتها مصر على مدار الأشهر الماضية لدعم جهود التوصل إلى توافق بين الأشقاء الليبيين على جدول أعمال وآلية للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تواجهها ليبيا. إن مصر تؤمن بأن الحل السياسي المبني على الاتفاق السياسي الليبي هو الطريق والوحيد للخروج من الأزمة الليبية، وقد لمسنا خلال الأشهر الماضية بوادر توافق متنامٍ قوامه التزام جميع الفرقاء الليبيين الذين تتواصل معهم مصر طوال الوقت بمرجعية الاتفاق السياسي، مع الاتفاق على عدد محدود من القضايا التي تحتاج لمزيد من النقاش للتوصل لتوافقات بشأنها، وبلورة آلية للنقاش حول هذه القضايا قوامها الحوار بين وفدين يمثلان كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اتساقا مع ما جاء في الاتفاق السياسي الليبي. إننا نؤمن بأن هذا الأسلوب لمعالجة الأزمة الليبية كفيل بقطع الطريق على كل المحاولات التي تهدف لزعزعة الاستقرار في ليبيا والتدخل في شؤونها الداخلية، كما أننا نؤمن بأهمية تنسيق جهود كل الدول العربية لدعم الأشقاء الليبيين في جهودهم للتوصل للتوافق الليبي المنشود. وفي هذا السياق، لعلكم جميعا قد اطلعتم على بيان تونس الذي وقع عليه وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر لتأكيد التزامنا بالعمل جميعا لدعم جهود الأشقاء الليبيين للتوصل لحل توافقي ينهي الأزمة الحالية ويفتح الباب أمام مرحلة من الاستقرار وإعادة البناء في ليبيا،
حفاظا على مؤسسات الدولة الشرعية واطلاعها بمسؤولياتها الوطنية خدمة لتطلعات الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على استقرار ووحدة وسيادة ليبيا. من جهة أخرى فإن مصر تؤكد مجددا على دعمها الكامل للحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة اليمن ودعم الشرعية، وتشدد على أهمية العودة لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن تحت رعاية المبعوث الأممي إعلاء للمصلحة الوطنية ولوقف نزيف الدم واستعادة وحدة واستقرار الدولة اليمنية ومكافحة الإرهاب. أصحاب المعالي والسعادة، ما ذكرته هو مجرد عينة من التحديات والأزمات الحادة التي تواجهها الدولة الوطنية في منطقتنا، وهي تحديات تقتضي تكاتف جهود كل الدول العربية لمواجهتها. وأنني أثق أن اجتماعنا اليوم ثم القمة العربية التي ستعقد في أواخر الشهر الجاري يمثلان فرصة مواتية لبلورة رؤية عربية مشتركة للتحرك لإيجاد حلول حقيقية للأزمات المنطقة بشكل يصون مؤسسة الدولة الوطنية في مواجهة مخاطر التفكك والإرهاب والتدخل الخارجي على حد سواء. وأخيرا، لا يمكنني أن أختتم حديثي دون التشديد على أن كل تلك التحديات تقودنا مجددا لأهمية تعزيز عملنا العربي المشترك وآلياته الرئيسية جامعة الدول العربية، وهو ما يستدعي منا مضاعفة الجهود لتطوير الآليات العمل الجامعة بما يزيد من فعاليتها ودورها الأقليمي والدولي، ويحافظ على صلاحيات الأمين العام، ويساعد على تأدية مهامه، ويسمح لدولنا بالاستفادة من خبرته ونشاطه في دفع العمل العربي المشترك في شتى جوانبه. شكرا جزيلا. شكرا لك سيدي وصديقي وزير شؤون خارجية مصر الشقيقة. وأعطي الكلمة الآن إلى السيد إسركو أول أحمد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون لجمهورية مصرية موريتانيا. دكتور إسركو، لك الكلمة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد عبد القادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. معالي السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكريم، في مستهل هذه الكلمة يسعدني أن أتقدم بخالص التهاني لأخي معالي الوزير السيد عبد القادر مساهل على تولي بلاده رئاسة الدورة العادية 147 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. كما أتقدم بالشكر لمعالي السيد خميس الجهناوي وزير الخارجية الجمهورية التونسية الشقيقة على ما قام به من أداء رفيع طيلة رئاسة الدورة المنصرمة. وأرحب بزميلنا المحترم أيمن الصفدي في مجلسنا، وأتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة. ولا يسعني إلا أن أثمن الجهود الطيبة التي اطلع بها معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط وكافة موظفي الأمانة العامة في سبيل تعزيز العمل العربي المشترك. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، نجتمع اليوم ومنطقتنا العربية تعيش تداعيات الظروف الخاصة التي ألقت بظلالها على التنمية والأمن في بلداننا وشغلت النظام العربي الإقليمي، الأمر الذي يستدعي منا مراجعة أسس العلاقات العربية العربية ومواجهة التحديات المشتركة برؤية موحدة من داخل البيت العربي تنطلق من المسؤولية التاريخية تجاه شعوبنا وبناء الإنسان العربي وتسليحه بالوعي ضد التهديدات غير التقليدية التي لا يستفيد منها إلا دعاة التطرف والفرقة والإرهاب. ومن جهة أخرى، أصبح الارتقاء بالتكامل والاندماج في نظامنا العربي ضرورة لا غنى عنها في مشهد إقليمي متغير. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، تحتل القضية الفلسطينية أهمية قصوى في اهتمامات الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وهذا ما يعكسه تشبثنا بالموقف الثابت في هذا المجال، حيث دعونا في كل المناسبات إلى البحث عن حل منصف لأشقائنا الفلسطينيين استناداً على المرجعيات العربية والدولية ذات الصلة. ومن هنا فإننا نحث على ضرورة التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم
2334 القاضي بوقف أعمال الاستيطان غير الشرعية، مع تأكيدنا رفض تهويد المدينة ومحاولة نزع الطابع العربي الإسلامي عنها من خلال توسيع الاستيطان في أحيائها العربية والتضييق على سكانها. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، فيما يخص الأوضاع العربية الراهنة فإننا نؤكد تضامننا مع حكومة الوفاق الوطني، ونعرب عن دعمنا لجهود بناء المؤسسات السياسية والأمنية في ليبيا الشقيقة، ونثمن الدور الهام الذي تطلع به اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى الخاصة بليبيا، والنتائج الصادرة عن اجتماعها الأخير بمشاركة دول الجوار الليبي بتاريخ 27 يناير 2017 بالعاصمة الكونغولية برازافيل. للتذكير، فالدول الأعضاء في اللجنة المذكورة هي جنوب إفريقيا، الغابون، أوغندا، الكونغو، إثيوبيا، النيجر وموريتانيا. كما نثمن كافة الجهود ذات الصلة الإقليمية والدولية، وندعو الأشقاء في سوريا إلى تغليب المصلحة الوطنية واعتماد الحوار سبيلا للخروج بحل يحفظ سلامة وحدة سوريا ويصون استقلالها وكرامة شعبها. وفيما يعني اليمن الشقيق، نجدد دعمنا للشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي، وندعو إلى وضع حد لمظاهر الانقسام وانتهاج سبل الحل السلمي وفقا لإعلان نواكشوط ومبادرات الشركاء الإقليميين والدوليين بهذا الصدد. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، تواصل موريتانيا الاضطلاع بدورها كاملا في منطقة الساحل والصحراء المضطربة، محافظة على الأمن والوئام بين الشعوب المعنية، حيث ساهم فخامة الرئيس محمد عبد العزيز بفعالية في قمة مجموعة دول الساحل الخمس الأخيرة في باماكو، وقبلها في حلحلة الأزمة في غامبيا. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، كل يقين في أن نتائج اجتماعنا هذا ستشكل مساهمة نوعية في معالجة العديد من القضايا التي تهمنا جميعا من خلال مقاربات عملية لتفعيل العمل العربي المشترك خدمة لتطلعات شعوبنا. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر الدكتور إيسلكو ولد أحمد عزيز بي وزير خارجية موريتانيا الشقيقة، وأعطي الكلمة الآن إلى الحاج طاهر سيالة وزير خارجية دولة ليبيا الشقيقة. الحاج طاهر في الكلمة. معالي السيد عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والإفريقية والجامعة العربية للجمهورية الجزائرية الشقيقة، أصحاب السمو والمعالي السادة الوزراء، معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أتقدم بأخلص آيات التهاني وخالص التقدير والاحترام لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً على استضافتها للدورة 147 لمجلس الجامعة، وعلى المستوى الموزاري في دورته العادية، وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي حظينا به منذ أن وطئت أقدامنا أرض شقيقة مصر. كما أتقدم بجزيل الشكر لمعالي السيد خميس الجهناوي وزير الشؤون الخارجية للشقيقة تونس التي ترأست الدورة 146 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري على إدارته لاجتماعات المجلس في تلك الدورة بكل اقتدار. وأهنئ أخي معالي السيد عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والإفريقية والجامعة العربية للجمهورية الجزائرية الشقيقة والذي تترأس بلاده الدورة 147 لمجلس الجامعة، متمنيا له التوفيق والسداد، ونعلن استعدادنا للتعاون معه إلى أقصى الحدود. كما أتقدم بوافر الشكر والامتنان لمعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي السيد نائب الأمين العام وفريق الأمانة العامة رفيع المستوى على حسن التنظيم والإعداد لهذه الدورة، متمنياً النجاح والتوفيق في أعمالنا. ولا يفوتني أن أتقدم بخالص التقدير للسادة المندوبين الدائمين، وأرحب بمعالي أخي أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني لانضمامه لمجلسنا الوزاري. أصحاب المعالي، إن بلادي تقدم شكرها وتقديرها لدول الجوار الثلاثة تونس ومصر والجزائر التي عملت على تأكيد مواقفها الإيجابية من خلال الإعلان الوزاري الذي صدر في تونس يوم 21/2/2017 لتحقيق الالتزام بتنفيذ مخرجات الاتفاق السياسي الموقع في السخيرات.
كما تحيي بلادي جهود جمهورية مصر العربية ومحاولتها الجادة لإيجاد أرضية ملائمة للحوار والعمل على تنفيذ مخرجات الاتفاق السياسي واستقبالها للوفود الليبية الفاعلة في المشهد السياسي. إن الدعم العربي من الدول العربية الشقيقة والجامعة العربية يسهم بشكل كبير وإيجابي في خلق قواسم مشتركة للحوار بين الليبيين لإرساء مصالحة وطنية شاملة لا تقصي أحد، وتضع ليبيا على المسار الصحيح، مسار بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وتسهم في بناء المؤسسات العسكرية والأمنية وتفعيل القضاء وتقديم كافة الخدمات الضرورية للمواطنين وتوفير سبل العيش الكريمة لهم والحفاظ على سلامة ووحدة الأراضي الليبية وأمنها واستقرارها ورفض التدخل الخارجي والخيار العسكري. وفي هذا الإطار فإننا ندعو الجامعة العربية والدول الأعضاء إلى مواصلة الدعم السياسي والمعنوي والمادي لحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا ومساعدتها على تجاوز هذه الأزمة وتمكينها من القيام بالمهمة المنوطة بها. وأنتهز هذه المناسبة للتأكيد على أهمية أن تلعب دولكم دوراً أكثر فعالية معنا لنتمكن من تطهير بلادنا من الإرهاب وانتشار السلاح والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية. أصحاب المعالي، إن أمن ليبيا ووحدتها واستقرارها هو مصلحة إقليمية بالدرجة الأولى قبل أن تكون مصلحة ليبية، ولتلك الاعتبارات فإننا نعبر عن امتناننا للجهود المتواصلة التي تقوم بها دول الجوار ليبيا وأهمية دورها ومواقف الدول العربية مجتمعة ممثلة في جامعتها وأمين العام السيد أحمد أبو الغيط لدعم خيار الحوار والمصالحة بين الليبيين سبيلاً وحيداً للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد. أصحاب المعالي، إن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني يدركان أهمية التوافق والحوار في إدارة الأزمة الليبية، ولهذا حرص على التواصل مع كافة الأطراف لضمان تنفيذ الاتفاق السياسي بما ينهي معاناة الشعب الليبي على كافة المستويات، وسيكون وقوفكم ووقوف المجتمع الدولي إلى جانبنا في هذه المرحلة الفارقة بالغ الأثر في الوصول إلى ما يصبو إليه الشعب الليبي في العيش الكريم الذي حرم منه على مدى عقود، ويتطلعون بشغف إلى مساهمة بلادهم بفاعلية وإيجابية في إرساء دائم للأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتثمن بلاد الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك التنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، والتي أكدت جميعاً على الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً قرارين 2259 و2278، والتأكيد على أهمية آلية دول الجوار في تعزيز مسار التسوية السلمية في ليبيا. وأحيي مباشرة السيد صلاح الدين الجمالي المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة في ليبيا، وهي خطوة أخرى تضاف إلى جهود الجامعة ممثلة في شخص معالي الأمين العام. لقد أكد البيان الذي صدر يوم 3/3/2017 عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عقب الأحداث الأخيرة في الهلال النفطي على عدد من الثوابت، أهمها أنه لم يصدر عن المجلس الرئاسي أي تعليمات أو أوامر لأي قوة بالتحرك نحو هذه المنطقة الحساسة. إدانته الشديدة لهذا التصعيد الخطير والذي يعرقل كل الجهود الداخلية والخارجية إقليمية ودولية لتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد الصف الليبي لتجتاز البلاد ما تمر به من محنة، والتأكيد على أن النفط هو ثروة كل الليبيين بوصفه هذا يجب أن يخرج عن دائرة الصراع بمختلف مسمياته وإشكاله، ولا تكون مناطقه ساحة لهم. أصحاب المعالي، طيلة السنوات الست السابقة اكتوى الشعب الليبي بنيران الإرهاب وأدخل البلاد في حروب حصدت خيرة الشباب ودمرت المقدرات والبيوت، حربا تحاول إجهاض مساعي التوصل إلى حلول توافقية بين الليبيين، وخلقت حالة من اليأس والإحباط لدى المواطن. ومن هذا المنطلق فإن حكومة الوفاق الوطني تسعى بكل ما أوتيت من قوة للعمل على محاربة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وترى أن الحوار بين الليبيين هو الخيار الاستراتيجي الذي لا بديل عنه لتجاوز الصعاب لبناء ليبيا المدنية الحديثة.
إنما نتطلع إليه هو دعم أشقائنا العرب في الحفاظ على سلامة ووحدة الأراضي الليبية وأمنها واستقرارها، ورفض التدخل الخارجي أو اللجوء للخيار العسكري، وجلوس جميع الفرقاء على مائدة حوار واحدة تضع الحلول الحازمة لأزمة طال مداها. إن أكثر ما يحتاج إليه المواطن الليبي هو الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن لبناء الدولة وحقه في الحياة الكريمة كباقي شعوب الأرض. إن الجامعة العربية قد اتخذت العديد من الخطوات الإيجابية بدءاً بدعمها للحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين في مدينة صخورات باعتباره الخيار الاستراتيجي والوحيد للاستجابة لمطالب الشعب الليبي في إقامة الدولة المدنية وبناء المؤسسات وفي مقدمتها الجيش والشرطة والتداول السلمي على السلطة والفصل بين السلطات. وفي هذا الإطار فإننا ندعو الجامعة العربية والدول الأعضاء إلى مواصلة الدعم السياسي والمعنوي والمادي لحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، ومساعدتها على تجاوز هذه الأزمة وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها. إن القضية المركزية للعرب هي قضية فلسطين، ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد على الثوابت التالية: دعمنا الكامل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. التأكيد على الرفض المطلق للسياسات الإسرائيلية الرامية لتهويد القدس من خلال التوسع الاستيطاني الممنهج، واعتبار جميع هذه الإجراءات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. الدعوة لمفاوضات سلام جادة ترتكز على المرجعيات الأساسية المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي. تأييدنا الكامل لمشروع القرار العربي المقدم لمجلس الأمن حول تحديد المدى الزمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحق دولة فلسطين في الانضمام إلى المؤسسات والمنظمات الدولية وفي مقدمتها لانضمام المحكمة الجنائية الدولية. أما بشأن الأزمة اليمنية فهي نزيف آخر في جسم الأمة العربية، وفي هذا الإطار يؤكد وفدي على ما تضمنه البيان الصادر عن اجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدولة الخليج العربي بتاريخ 14/2/2015 المنعقد بمدينة الرياض، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2201 الذي يؤكد على الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته وتنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة. وبشأن الوضع في سوريا فإننا نؤكد على القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة والمستوى الوزاري بشأن ضرورة إيجاد حل سياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كافة مكونات الشعب السوري طبقاً لمخرجات جنيف 1 و2 ومخرجات حوار الأستانة الجاري الآن بين النظام والمعارضة السورية، ومواصلة الدعم الإنساني للاجئين السوريين في الداخل ودول الجوار السوري. إننا نؤكد دعمنا لموقف دولة الإمارات العربية وكذلك الدعوات الصادرة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والدول العربية والمجموعات الدولية والأمين العام للأمم المتحدة داعي إلى حل النزاع القائم حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق السلمية وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي من خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي. إن السودان لا زال يواجه تحديات داخلية وخارجية تتصل بالأوضاع السياسية والإنسانية والاقتصادية، وفي هذا الإطار فإننا نؤكد دعمنا للحوار الوطني الشامل الذي يضم كافة القوى والأحزاب السياسية وأطياف المجتمع السوداني لمناقشة القضايا الوطنية بشقيها الداخلي والخارجي، ونتمنى لهذا الحوار كل النجاح. ختاماً أتمنى لدورتنا هذا النجاح والتوفيق في أعمالنا ومناقشاتها والتوافق فيما بيننا على مخرجاتها، والشكر والتقدير لمعاليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لك دكتور طاهر، وأعطي الكلمة الآن إلى السيد معالي الدكتور أنوار قرقاق وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة. دكتور أنوار لك الكلمة. شكرا جزيلا معالي الرئيس.
معالي الوزير عبد القادر مساهل، معالي الأمين العام أحمد أبو الغيط، وشكر موصول أيضا لتونس على قيادتها الحكيمة للدورة السابقة. وانتهز هذه الفرصة أيضا لأرحب بصديقنا جميعا معالي أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني. لا شك بأننا نواجه تحديات مستمرة في عالمنا العربي، ويجب أن نتجاوز هذه المرحلة بسلام مجتمعين. فلا شك لدينا بأن العبور هو عبورنا كمجموعة عربية مجتمعة. ورغبة مني حقيقة في الاختصار وعدم تكرار في مداخلتي مع الإضافات القيمة التي سبقتني والتي أتفق مع معظم ما ورد فيها، وهي إضافات عبرت عن آمالنا وطموحنا وقلقنا وإخفاقنا. أرى أن مثل هذا الإخفاق في عالمنا العربي للأسف مكلف، لأنه يعني سفك دم الضحايا والأبرياء وتفتيت الأوطان والشحن الطائفي وخطاب التطرف والكراهية الإرهابي. ولا بد لي حقيقة إضافة لما قيل أن أحيط المجلس علما بأن الدور الإيراني في تقويض الأمن والاستقرار في عالمنا العربي مستمر، وأن هذا الدور اليوم نراه في العديد من جبهات العرب وملفات العرب. ففي العديد من أزمات العرب نجد أن الدور الإيراني يهدف إلى إذكاء الطائفية واستمرار الأزمات السياسية والتدخل في الشأن الداخلي. نرى ذلك ساطعاً في سوريا، ونراه واضحاً في اليمن، ونراه متكرراً في البحرين. فعالمنا العربي لا يمكن أن يكون مشاعاً لجيرانه وعلى رأسها إيران، ولا يمكن أن نقبل بمن يصرح مراراً وتكراراً أنه يسيطر على 4 أو 5 عواصم عربية، وكأن هذا القول مقبول وكأنه قول متكرر ويجب أن نتعايش معه. كما لا نقبل أن نرى الجنرالات الإيرانيون في جولات الانتصار على بقايا الضحايا والركام في المناطق العربية، وهي مشاهد لا شك أنها مقلقة ومحرجة للسواد الأعظم من العرب، تقوض كبرياءهم وتؤكد بأنهم في زمن يعانون فيه ما يعانون. دول مجلس التعاون ومن خلال دور كويتي كريم أسست أو وضعت أسس واقعية ومبدئية للتعامل مع طهران. وهذه الأسس الواقعية والمبدئية للتعامل مع طهران تقوم على 3 أرضيات، وهي كلها حقيقة أرضيات واقعية تقبل بها جميع الدول في تعاملها مع الدول الأخرى. الأولى أن يكون هناك قبول بأن أساس العلاقات الإيجابية هو عدم التدخل في الشأن الداخلي. والثانية قبول طهران بأن ثورتها شأن داخلي وهي غير قابلة للتصدير في للجوار العربي. وثالثاً القبول بمبدأ المواطنة على أساس الوطن لا المواطنة على أساس المذهب. هذه الأسس التي طرحها مجلس التعاون مجتمعاً ومن خلال جهد كويتي مميز حقيقة مطروحة أمام طهران، وإلى أن تقبل طهران بهذه الأسس لعلاقة جيرة إيجابية وعلاقة جيرة بناءة، يبقى دورها الحالي متدخلا وممتدا ومخربا، ويعرض أمننا واستقرارنا العربي للخطر. شكرا.
شكرا لك دكتور. والآن أعطي الكلمة إلى معالي الدكتور عبد الله محمد عبد الله وزير الدولة بوزارة الخارجية لجمهورية السودان. دكتور لك الكلمة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد عبد القادر المساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيس الدورة العادية 147 للمجلس الوزاري، أصحاب المعالي الوزراء، معالي الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، السادة الرؤساء وأعضاء الوفود، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد رئيس المجلس الوزاري، معالي الأمين العام للجامعة العربية، كان السيد وزير خارجية السودان بروفيسور إبراهيم أحمد قندور قد اقترح في اجتماع سابق أن نتخلى عن تقديم الخطب المطولة وأن ندلف مباشرة إلى موضوعات الجدول الأعمال، وقد حظي حينئذ بصفقة قوية، وكنا نود أن يؤخذ بهذا المقترح لأهميته. أما وقد رأيتم أن نمضي على المنهج ذاته، فأسمحوا لي بأن أدلو بدلوي في هذا الاجتماع من خلال هذه الكلمة. أصحاب المعالي والسعادة، يطيب لي أن أبادر بتهنئة أخي عبد القادر المساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية بالجمهورية الجزائرية على توليه رئاسة مجلسنا في دورته الحالية، وكلنا ثقة بأن رئاسته الحكيمة ستسهم إيجابا في تعزيز جهودنا نحو ترقية العمل العربي المشترك. كما لا يفوتني أن أثمن عاليا الجهد الذي بذله أخي خميس الجهيناوي وزير خارجية الجمهورية التونسية خلال ترأسه للدورة المنصرمة لمجلسنا هذا، والتي شهدت منجزات لا تخطيها العين. وأغتنم هذه السانحة ليعرب لمعالي الأمين العام وكافة العاملين بالأمانة العامة عن تقديرنا للجهود التي ظلوا يبذلونها في سبيل دفع وترقية مساعينا وجهودنا المشتركة تحقيقا للقايات المبتقاة. كما لا يفوتني أن أرحب ترحيبا حارا بانضمام الدكتور أمين الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لمجلسنا الوزاري الموقر. الإخوة والأخوات، يمر عالمنا العربي في هذه الأيام بمرحلة مفصلية تستهدف كيان دوله ونسيجها الاجتماعي، مما يتطلب وقفة صادقة وجادة ومقاربة عربية خالصة تستمد رؤيتها من واقعنا وتستلهم الحلول من رؤانا المشتركة، وحتى تتمكن منطقتنا من تجاوز ما يواجهها من ظروف معقدة، فلا بد من دعم دور الجامعة العربية عبر توفير الإرادة السياسية وتسريع وتيرة الإصلاح. كما يمكن استغلال مبادرة الخلوة الوزارية التي استضافتها مشكورة دولة الإمارات العربية المتحدة لتشخيص العلل ووصف الدواء الناجع وصولا لما نبتقيه من قايات. أصحاب المعالي والسعادة، على الرغم من التحديات الجثام التي يواجهها عالمنا العربي، إلا أن القضية الفلسطينية ستظل هي القضية المحورية التي يتعين أن يتعزز حولها عملنا المشترك حتى ينعم الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة وعاصمتها القدس. كما لا بد من التمسك بالمرجعيات ذات الصلة وعدم السماح بالتراجع عن حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. السيدات والسادة، تظل المشكلة الليبية هي إحدى هموم منطقتنا العربية التي تستقطب اهتمام بلد السودان بحكم الجوار المشترك
ولقد ظل السودان ومن واقع جواره المباشر في ليبيا منخرطا في كل الجهود التي تصب نحو إيجاد حل سلمي للأزمة في هذا البلد الحبيب للسودان وفق اتفاق الصخيرات، كما ظل متمسكا بضرورة أن يكون الحل سياسيا بأيدي الليبيين أنفسهم، ورافضا لكافة أشكال التدخل الأجنبي أو الحلول العسكرية. وفي هذا الصدد فإن السودان يثمن كافة الجهود والمبادرات الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وبصفة خاصة آلية دول الحوار الليبي التي نأمل أن يتعاظم دورها الجماعي خلال الفترة المقبلة. ونود بدورنا أن نجدد من على هذا المنبر دعوتنا لكافة الفرقاء الليبيين للجلوس لطاولة المفاوضات والوصول لتسوية سياسية شاملة تحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها أرضا وشعبا. الإخوة والأخوات، إن السودان ومن واقع استشعاره بمسؤوليته تجاه أشقائه في اليمن لم يتردد في الدفاع عن الشرعية في اليمن، وظل جزءا أصيلا من التحالف الذي يعمل على إعادة الأمل والشرعية لليمنيين. ويؤكد السودان مجددا أنه سيظل مخلصا لواجباته في هذا الإطار. سيدات والسادة، لعلكم تدركون أن فخامة السيد رئيس الجمهورية وفي إطار حرصه على تعزيز العمل العربي المشترك أطلق المبادرة الخاصة بالاستثمار الزراعي العربي في السودان للمساهمة في سد الفجوة الغذائية العربية، والتي جاءت امتداداً للمبادرات الكريمة التي أطلقها أصحاب السمو والمعالي والفخامة الملوك والأمراء والرؤساء العرب. وقد وضعت الحكومة السودانية الخطط العملية اللازمة لتحقيق أهداف هذه المبادرة، واتخذت الجهات المختصة جملة من الإجراءات والتعديلات الدستورية التي من شأنها توفير كافة الظروف التي تعزز من جهود الاستثمار في السودان. ويأتي حرص السودان على إنفاذ هذه المبادرة لكونها إحدى مقومات الأمن العربي. ونؤكد في هذا الصدد على أن أبواب السودان ستظل مفتوحة لكافة أشقائه العرب من أجل الوصول بهذه المبادرة لبر الأمان خدمة لدولنا وشعوبنا. سيدات والسادة، كما تعلمون فقد رفعت الولايات المتحدة الأمريكية حظرها التجاري والاقتصادي الذي ظل مفروضا لمدة 20 عاما على شعب السودان. إننا إذ نشكر الجامعة العربية ودولها الأعضاء على ما أبدوه من ترحيب برفع تلك العقوبات، فإننا نتطلع إلى الرفع الكامل والنهائي لتلك العقوبات وإزالة اسم السودان من القائمة المسمى بالدول الراعية للإرهاب، كما نأمل أن تتضافر الجهود والمساعي لضمان إعفاء ديون السودان واستفادته من المبادرات المطبقة مثل مبادرة الدول المثقلة بالديون. كما أرجو أن أرحب بجهود الآلية المشتركة بين حكومة السودان والجامعة العربية للتحضير لعقد المؤتمر العربي الدولي لإعادة الإعمار ودعم التنمية في السودان في العام 2017 وفقا لقرارات قمة نواكشوط. وندعو في هذا الإطار الدول الأعضاء للعمل على إنجاح الترتيبات الخاصة بهذا المؤتمر والمشاركة الفاعلة حين قيامه. وفي الختام، نأمل أن تكلل كل جهودنا بالنجاح الكامل، ولكم مني جزيل الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور عبد الله على كلمتك. وأعطي الآن الكلمة إلى سيد سفير شربال وهبة الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين بجمهورية لبنان. لك الكلمة سيد شربال. شكرا. معالي الرئيس، معالي الأمين العام، أصحاب المعالي، لابد لنا بداية من توجيه الشكر والامتنان لمعالي السيد
خميس الجهناوي وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية على رئاسته الحكيمة والناجحة لأعمال مجلسنا في دورته السابقة. كما نتوجه بالتهنئة لمعالي السيد عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية في الجزائر الشقيقة لترأسه أعمال الدورة الحالية لمجلس الجامعة. ونود أيضا أن نرحب بمعالي الوزير السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه. كلمة أود أن أقولها هي حلوة في بداية بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف غدا، لأن نتقدم باسم لبنان من كل سيدة ومن كل امرأة عربية بالتهنئة وبالإشادة بكل ما تقدمه السيدة العربية من إنجازات ومن دورها الرائد في مجتمعنا العربي. أخاطبكم اليوم وقد عاد لبنان إلى مسار دستوري طبيعي من خلال انتخاب العماد ميشيل عون رئيساً للجمهورية اللبنانية وتشكيل حكومة وحدة وطنية ونيلها ثقة المجلس النيابي اللبناني. يستكمل لبنان اليوم ورشته الدستورية من خلال السعي إلى تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد يتوافق عليه اللبنانيون ويحمل التعددية ويؤكد على الشراكة الوطنية وإرادة اللبنانيين للعيش المشترك مع بعضهم البعض وفق مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين. نلتقي مرة جديدة ورياح الأزمات تعصف بدولنا، كما أننا نلتقي في وقت تتخطى فيه العدوانية الإسرائيلية كل حدود بعد أن ضربت عرض الحائط بالقوانين الدولية واستمرت بسياساتها العنصرية تجاه أخوتنا في فلسطين، حيث شنت آلة العدو القائم بالاحتلال حروباً ضد مدنيين أبرياء. ولبنان يدرك جيداً حجم تلك العدوانية، وهو الذي تخرق سيادته يومياً جواً وبراً وبحراً من قبل هذا العدو. نرى اليوم توجهاً إضافياً يفاقم من حدة الأزمات ويدوس تاريخ المنطقة ابتداء من حضاراتها ودياناتها المتجذرة في التاريخ وصولا إلى عصرنا الحالي، حيث نرى في قرار نقل بعض البعثات الدبلوماسية إلى القدس استخفافا بتاريخ شعوب المنطقة يرقى إلى مستوى الجهل واللامبالاة بالقوانين الدولية وبقرارات الشرعية وتقويضا لفرص السلام. فالقدس لها رمزيتها وهويتها وقدسيتها للأديان السماوية، ولبنان يتمسك بكل ما ترمز إليه الأراضي المقدسة كي لا يحولها الاحتلال الإسرائيلي إلى أماكن سياحية ومتاحف أثرية يدخلها السواح لقاء بدلات مالية. أصحاب المعالي، لا يزال لبنان يواجه تحديات وجودية تعترض مسار ازدهاره وتتمثل بأزمة النزوح الكثيف وتمدد الإرهاب، وهو بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تضامنكم معه ودعم جهوده للمحافظة على استقراره. فلبنان اليوم يرزح تحت عبء النزوح السوري إلى أراضيه الذي دخل عامه السادس نتيجة الأزمة المستعصية في سوريا. إن لبنان هذا الوطن الصغير المحدودة موارده والكبيرة عطاءاته يواجه أخطاراً وجودية وتحديات مقلقة جراء هذا النزوح الكثيف. فما يقوم به تجاههم وتجاه اللاجئين الفلسطينيين هو واجب إنساني والتزام أخلاقي لم يتردد لبنان يوماً عن القيام به منذ عام 48 حتى اليوم. وها نحن اليوم وأكثر من أي يوم مضى نصر في لبنان على حق النازحين واللاجئين في عودتهم إلى ديارهم، لأن العودة هي الحل الوحيد المستدام للأزمات الناتجة عن هذا النزوح التي يتعرض لها لبنان وبالتأكيد
دول المنطقة الأخرى. أما في مجال مكافحة الإرهاب فلبنان اليوم يقاوم الاحتلال الإسرائيلي والإرهاب التكفيري الذي لا يمت بصلة إلى الدين أو الإنسانية، والذي باتت مكافحته تتطلب جهدا دوليا متعدد الأطراف ووضع سياسات تجتثه من الجذور على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والفكرية. أصحاب المعالي، لطالما كانت جامعة الدول العربية داعما قويا ومحركا أساسيا للمساعي الرامية إلى بناء وطن عربي متضامن، وما نرغب به اليوم هو المزيد من هذا التعاون والعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في أرجاء الوطن العربي ضمن منطقة موحدة المصير. وأضم صوتي إلى من سبقني للإعراب عن تأييدنا لكل ما يحقق الإجماع العربي والابتعاد عن أي خطوة تبعدنا عن التوافق والإجماع. وأختم مستعيداً بما قاله فخامة الرئيس ميشيل عون أثناء زيارته الأخيرة في شهر شباط فبراير الماضي إلى هذا الصرح الكريم، بأن لبنان جاهز للإسهام في أي مشروع نهضوي عربي يقوم على مبادئ تدفع بشعوب المنطقة إلى رحاب الاستقرار والتقدم. وختاماً، نتطلع بثقة وأمل إلى أن تكون القمة العربية 28 في الأردن منطلقاً لترسيخ أسس التفاهم ضماناً لمستقبل زاهر لوطننا العربي ولتعزيز العمل العربي المشترك. وشكراً سيد الرئيس. شكراً لك سيد الأمين العام. والآن أعطي الكلمة لسعادة السفير وحيد سيار وكيل الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون للمملكة البحرينية. لك الكلمة سيدي. شكرا سيد الرئيس. معالي السيد عبد القادر المساهل وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية للجمهورية الجزائرية الشقيقة رئيس الدورة، أصحاب المعالي والسمو والسعادة الوزراء ورؤساء الوفود، معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين عام جامعة الدول العربية، السيدات والسادة الحضور الكرام، يطيب لي في البداية أن أعرب لكم معالي الرئيس عن أطيب التهاني لترأسكم لمجلسنا الموقر في دورته الحالية 147، متمنيا لكم كل التوفيق والنجاح في مهمتكم هذه. كما أعرب أيضا عن خالص الشكر والتقدير لمعالي السيد خميس الجهيناوي وزير خارجية الجمهورية التونسية الشقيقة على ترأسه للدورة رقم 146 لمجلس جامعة الدول العربية. والشكر موصول لمعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام جامعة الدول العربية وجميع منتسبي الأمانة العامة على جهودهم المقدرة في التنظيم والمتابعة والإعداد الجيد لأعمال هذه الدورة. كما امتاز هذه المناسبة للترحيب بمعالي السيد أيمن الصفدي وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، يحفل جدول أعمال دورتنا هذه بالعديد من القضايا الهامة التي تمس مصالحنا ومصيرنا وترمي لتعزيز عملنا المشترك ودعمه لما فيه صالح دولنا وشعوبنا، آملاً أن تتكلل أعمالنا بالتوفيق والنجاح بعون الله تعالى وتحقيق ما نصب إليه جميعاً من أهداف ونتائج في خضم صراعات وتناقضات ومصالح إقليمية ودولية متشابكة. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، لا تزال ظاهرة الإرهاب وانتشار الجماعات الإرهابية تعتبر من أخطر التحديات التي تواجه دولنا ومنطقتنا في هذه المرحلة الحساسة، حيث تعمل هذه الجماعات على زعزعة أمننا واستقرارنا والمساس بوحدتنا وتفريق شعوب أمتنا وعزل شعوبنا عن المجتمع الدولي عن طريق بث الفتنة الطائفية والإساءة إلى تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. وإزاء هذا التحدي الخطير فنحن مطالبون بتكثيف التعاون والتنسيق فيما بيننا والعمل بحزم للمحافظة على وحدة أمتنا وما يربطنا من أهداف ومصير مشترك ورع هذه المخاطر المحدقة بشعوبنا ودولنا. ومن قضايا التي تهمنا وتؤثر على أمن واستقرار المنطقة استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التدخل في الشؤون الداخلية الدول العربية والعمل على دعم وتصدير الإرهاب لدولنا وبث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية في دول المنطقة،
وهي الممارسات التي يجب أن تتوقف، وعلى الفور وأن تلتزم إيران بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة واستقلال الدول وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي إذا ما أرادت علاقات طبيعية وإيجابية مع دول المنطقة. أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قضية المركزية، فقد حدثت بعض التطورات الإيجابية كاعتماد مجلس الأمن لقراره التاريخي 2334 المؤرخ بتاريخ 23 ديسمبر، والذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وعدم شرعنة إنشاء المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 67. والتطور الآخر في هذا الخصوص تمثل في مؤتمر باريس السلام الذي عقد في منتصف يناير الماضي، والذي أكد على مبدأ حل الدولتين. فمن أولويات عمل المشترك العمل على تحقيق سلام عادل وشامل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقا لمبادرة السلام العربية التي ما زالت مطروحة كأساس للسلام في المنطقة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما ينشر الأمن والسلام في جميع دول المنطقة. ولعل من أبرز التحديات الأخرى يتواجه منطقة عربية حاليا الأزمة السورية المتفاقمة، والتي دخلت عامها السابع بظهور بعض البوادر الإيجابية في حل نتمنى أن يكون قريبا. وقد تمثلت بوادر الأمل هذه في مباحثات أستانا التي عقدت في يناير الماضي بجمهورية كازاخستان، ثم مفاوضات جنيف للسلام في سوريا التي تم استئنافها في 20 شهر فبراير الماضي لإيجاد حل سياسي للأزمة أساسه قرارات مؤتمر جنيف واحد وقرارات الشرعية الدولية. ونأمل أن يحفظ أي حل سلمي لسوريا سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ويمنع التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، ويكفل الشعب السوري الشقيق سبل الأمن والاستقرار، ويخفف من معاناته ويحقق تطلعاته في التنمية والازدهار. وفيما يتعلق بالوضع في اليمن الشقيق، فإننا نشعر بالأسف الشديد لفشل الجهود الدبلوماسية التي بذلت خلال العام الماضي في إقناع الانقلابيين بقبول قرارات الشرعية الدولية وأهمية العمل للوصول إلى حل سياسي للأزمة بناء على قرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مع إدانتنا لكافة الممارسات التي يقوم بها الانقلابيون لعرقلة المسار السياسي والسلمي. أما فيما يتعلق بالوضع في الشقيق الليبي، فإننا نحث مختلف الفصائل الليبية على وضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار، وضرورة تضافر الجهود الوطنية لدعم الدولة الليبية والعمل معا من أجل الحفاظ على وحدة البلاد وسيرتها واستقرارها، فضلا عن أهمية توحيد الجهود الوطنية في المعركة ضد الإرهاب المحدق بليبيا والذي يهدد استقرارها واستقرار المنطقة برمتها. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، أمام هذه التحديات الكثيرة التي تواجه أمتنا العربية، فإننا أحوج ما نكون لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بيننا وتطوير العمل العربي المشترك للتغلب على كل المشاكل التي تواجه أمتنا العربية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخنا المعاصر. ونؤكد مرة أخرى على أن حل الكثير من هذه التحديات يتطلب تطوير آليات عمل الجامعة العربية وإصلاحها لتطوير العمل العربي المشترك بما يخدم مصالح دولنا وشعوبنا الشقيقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر السيد الوكيل على هذه الكلمة، وأعطي الكلمة للسفير رضا العكبري المندوب الدائم لجمهورية اليمن، فليتفضل. شكرا سيد الرئيس. معالي السيد عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، معالي السادة وزراء الخارجية ورؤساء الوفود، معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، السادة الحضور، يسرني أن أنقل لكم تحيات معالي وزير الخارجية الأخ عبد الملك المخلافي الذي تعذر حضوره لمشاركته بمعية فخامة رئيس الجمهورية في قمة الدول المطلة على المحيط الهندي، والذي كلفني بإلقاء هذه الكلمة نيابة عنه. السادة الحضور، يسرني أن أعرب عن عميق الامتنان والتقدير للجهود التي بذلتها الجمهورية التونسية ومعالي الأخ الفاضل خميس الجهناوي خلال ترأسه الناجح
الدورة 146 والتي أديرت بقدرة وكفاءة عالية انعكست في التوافق على مسودات مخرجات وقرارات هذه الدورة كثمرة ومحصلة إيجابية من شأنها الدفع بالعمل العربي المشترك نحو آفاق جديدة تمكننا من مواجهة المعضلات الخطيرة الماثلة أمامنا. والشكر موصول لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط على ما يبذله من جهود في إنجاح أعمال اجتماعات مجلس الجامعة خلال دولتيه السابقة والحالية، ومن خلاله إلى فريق العمل في الأمانة العامة على ما بذلوه من حسن الإعداد والتنظيم لأعمال هذه الدورة. كما يسعدني أن أحيي وأن أهنئ معالي الأخ الفاضل عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية في الجمهورية الجزائرية لتوليه رئاسة المجلس للدورة الحالية 147، ونحن على ثقة كاملة بحكمته واقتداره في إدارة أعمال هذه الدورة بكفاءة عالية وحسن تقدير لما يصب في صالح تعزيز العمل العربي المشترك بمختلف تحدياته وأولوياته. كما أغتنم المناسبة لأرحب بمعالي الأخ الفاضل أيمن الصفدي وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة متمنيا للأردن الشقيق السداد في استضافة القمة القادمة، واثقا من قدرات الأردن الشقيق وكفائته المعهودة في احتضان العمل العربي المشترك وتوفير ضمانات تعزيز التضامن العربي. أصحاب المعالي والسعادة، ينعقد اجتماعنا اليوم في ضوء تطورات متسارعة واستثنائية تمر بها بلداننا وشعوبنا العربية، وهذا يستدعي منا جدية ومسؤولية حقيقية تجاه سبل مجابهة تلك التحديات التي تفرضها علينا الأوضاع الخطيرة التي نمر بها ودراسة تداعياتها وعواقبها والبلوغ الحلول السياسية السلمية لهذه المعضلات. إن أخفاقنا في عدم بلوغ هذه التسويات السلمية السياسية ستنعكس سلبا على الأمن القومي العربي بل وعلى الأمن والسلم الإقليميين والدولي. إن موقف الجمهورية اليمنية ثابت وحازم تجاه ضرورة عدم التفريط في صيانة السيادة الوطنية العربية والدفاع عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية، وأجد نفسي هنا متفقا مع ما تطرق إليه معالي الوزير أنور قرقاش بصدد خطورة التدخلات الإيرانية في تأجيج النزاعات الطائفية والمس بالنسيج المجتمعي العربي في عدد من الدول العربية وإعاقة الجهود التي تبذل في خلق شروط صحية للجوار بين العرب وإيران واحترام سيادة واستقلال الدول العربية. الحضور الكرام، تعلمون أن حكومة الجمهورية اليمنية تحرص وتسعى جاهدة لإنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني وإيقاف آلة القتل والدمار والحصار التي أمعن الإنقلابيون في ممارستها في مختلف مناطق اليمن، في تحدي صارخ لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الرامية لاستعادة مؤسسات الدولة ونزع سلاح الميليشيات عبر استئناف العملية السياسية التي تستند إلى القواعد والأسس المتفق عليها دوليا وعربيا والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار 2216. وأود إعلامكم مجددا بأن الحكومة اليمنية تعمل حاليا بكل ما تملكه من إمكانات متاحة وموارد رغم محدوديتها لاستعادة مؤسسات الدولة في المناطق التي لا يسيطر عليها الإنقلابيين، ونحن هنا نجدد دعوتنا للمزيد من الدعم والمساندة لانتشال الشعب اليمني من المعاناة الإنسانية الكارثية التي يمر بها بسبب تعنت الميليشيات الإنقلابية وإصرارها العبث بمقدرات البلاد وأمنها واستقرارها. ونؤكد مجدداً استعداد الحكومة اليمنية للتعاون مع البلدان العربية والمجتمع اليمني على استمرار في سعيها في وضع حد للمعاناة المريرة لشعبنا في الظروف الحالية والعمل بكل ما من شأنه ضمان عودة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع الوطن اليمني. أصحاب المعالي والسادة الوزراء والحضور الكرام،
أن الممارسات التي تنتهجها القوى الإنقلابية في اليمن تؤكد باستمرار عدم جديتهم في السير في طريق الحل السلمي الرامي لاستعادة الدولة الشرعية اليمنية، ورفضهم المستمر لتطبيق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وإعاقة التوصل إلى التسوية لإيقاف نزيف الدم والانتثال لإجراءات بناء الثقة وإطلاق سراح المعتقلين وعدم والكف عن استخدام الأطفال في الحرب، والكف عن استنزاف الموارد المالية للدولة وتسخيرها لصالح استمرار آلة الحرب والتدمير. ويعلم الجميع أن ذلك التعنت أسهم ويسهم في تأجيج مأساوية الأوضاع الإنسانية وتفاقمها، وهو ما يتحمل مسؤوليته الإنقلابيين والقوى التي تؤازرها وتشجعها على التمرد والتعنت. وفي هذا الصدد فأنني أجدد باسم الحكومة اليمنية الرفض الكامل والحازم وإدانة التدخلات الإيرانية في الشؤون اليمنية، ودعوتها دعوة إيران إلى احترام السيادة الوطنية اليمنية والكف عن تزويد الإنقلابيين بالأسلحة وتشجيعهم على تعنتهم ورفض الانضمام للعملية السياسية. إنني هنا أود أن أتوجه من جديد بخالص الشكر لوقوفكم جميعا إلى جانب الشرعية الدستورية ممثلة في فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، وتضامنكم ومؤازرتكم للشعب اليمني في الظروف الحرجة التي يمر بها، معربا في ذات الوقت عن عميق الامتنان للأشقاء في دول التحالف العربي وفي المقدمة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة وكافة الدول العربية الأخرى لمواقفهم الأصيلة إلى جانب الشعب اليمني بما يسهم في استعادة الدولة اليمنية وتحقيق تطلعات الاستقرار والأمن لشعبنا والتنمية وإعادة الإعمار. كما نحيي الدور الفاعل لدولة الكويت الشقيقة في رعاية العملية السلمية اليمنية ومساندة الشعب اليمني لتجاوز معاناته الراهنة. أصحاب السمو والمعالي، تفرض علينا ما نشهده منطقتنا العربية من تحديات شرسة غير مسبوقة ضرورة العمل بروح إيجابية لتحسين العمل العربي المشترك وتفعيل واستخدام الإمكانات المتاحة الكبيرة التي نمتلكها لتحقيق القدر الواقعي والمتدرج للتكامل والتعاون فيما بيننا وفق رؤية شفافة ومقاربات حقيقية واقعية تعمل للتحقيق وإعلاء المصالح العربية المشتركة والعمل على تنقية البيئة الصحية لرأب الصدع العربي والتقدم بإرادة سياسية مشتركة بخطوات حقيقية نحو الإصلاح الحقيقي لتطوير العمل العربي المشترك وجامعة الدول العربية. وهنا لا تفوتني الإشادة بالجهود التي بذلتها الفرق المكلفة ببحث إصلاح الجامعة العربية، إلا أن هذا الجهد لن يؤتي ثماره إلا بتوفر الإرادة السياسية العربية المشتركة للخروج برؤى واستراتيجيات شاملة وواضحة لتطوير كامل منظومة العمل العربي المشترك بما يلمي الطموحات والمصالح العربية العليا. إن الجمهورية اليمنية تثق في توفر إمكانيات هائلة لدى العرب أجمعين لاستعادة الثقة بالعمل العربي المشترك، ونثق بأن القمة العربية القادمة في المملكة العربية الأردنية الهاشمية الشقيقة ستكون بدون شك انطلاقة جديدة لمواجهة التحديات التي تواجهنا. وعلى وجه الخصوص فإننا ندعو إلى تعزيز الدور والحضور العربي الفاعل لإنهاء الأزمات العربية الراهنة، ومنها دور جامعة الدول العربية في الوصول إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني واستعادة الدولة المختطفة وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها. إننا نثق بأن القمة القادمة في الأردن الشقيق ستكون منصة جديدة لتأكيد المواقف العربية الثابتة إزاء القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية والأولى، ووضع استراتيجيات ومقاربات جديدة وإجراءات ملموسة لتحقيق التوافق إزاء قضايا التنمية والتعليم ومحاربة الإرهاب والتطرف وغيرها من القضايا التي تشكل أولويات ملحة لأمتنا العربية في الظروف الحرجة الراهنة. في ختام كلمتي اسمحوا لي أصحاب المعالي والسعادة أن أعرب عن خالص تمنيات الاجتماعات هذه الدورة بالنجاح والتوفيق، ونؤكد استعدادنا في اليمن للمساهمة الفاعلة في كل ما من شأنه تحقيق تطلعات المشروعة لشعوبنا العربية والخروج بالعمل العربي المشترك إلى آفاق رحبة ومراحل جديدة تعمل على توحيد الصف العربي وإعادة الأمل لشعوبنا العربية
في مستقبلا وغد مشرق ومزدهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سعادة السفير على هذه الكلمة، وأعطي الكلمة الآن لآخر متكلم في قائمتنا في هذه الجلسة الأولى للمجلس، وهو سعادة السفير عبد الغني محمد وعيس المندوب الدائم للجمهورية الصومالية في ليبيا. سعادة السفير لك الكلمة. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السمو والمعالي، معالي السيد الرئيس عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، معالي الدكتور أحمد أبو الغيد أمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب السعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل كلمتي أتقدم بالاعتذار الذي حملني به معالي الدكتور عبد السلام عدلية وزير الشؤون الخارجية، وكان يود أن يكون معكم في هذا الاجتماع الهام لو لم يكن ظرف طارئ أجبره وكلفني بالنيابة عنه، وهذا الطرف هو قدوم السيد السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريس إلى الصومال في هذه اللحظة وفي هذه الساعات التي يتباحث فيها في الشان الصومالي في مقدشو، وقد تأخر مع الوزير بهذا الشان وحملني بالرسالة. واسمحوا لي أن أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي الأخ السابق الرئيس السابق خميس الجهناوي وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية على العمل الرائع والمميز الذي قام به خلال رئاسته للدورة السابقة لمجلسنا الموقر، كما يسعدني أن أرحب بمعالي عبد القادر المساهل وزير الشؤون المغربية والاتحاد الإفريقي لرئاسته لهذه الدورة التي نتمنى له أن تحقق أهدافها المنشودة وتعالج قضايانا المسيرية والعمل العربي المشترك. أيها الأخوة، لقد وقفت الصومال على أعتاب مرحلة جديدة، حيث تمت الانتخابات الرئاسية في جو من الديمقراطية والشفافية، نالت إعجاب وتقدير المجتمع الدولي، وأيضا تم بذلك الشك مجلس النواب الذي تم انتخابه من قبل 6 أقاليم صومالية، وقام هذا المجلس باختيار الرئيس الحالي محمد عبد الله محمد فرماجو في 8 فبراير 2017، حيث دارت الجولة الأولى بين 21 مرشحا، وفي الجولة الثانية كانت بين 3 مرشحين، حيث فاز في نهايتها فخامة الرئيس الجديد. وبعد انتهاء مراسم التنصيب في يوم 22 فبراير قام فخامة الرئيس مباشرة باختيار رئيس الوزراء الجديد السيد حسن علي خيري، والذي بدوره نال ثقة مجلس الشعب بكامل أصواته في يوم 1 مارس أي قبل أسبوع. ولا زالت العقبات التي لا تخفى على أحد والتي قد تعرقل هذه المسيرة المميزة، ونطالب الدول الشقيقة بالدعم السياسي والفني والمادي والمعنوي للحكومة الناشئة من أجل مساعدتها في تحقيق رؤيتها نحو بناء مؤسسات الدولة وتجاوز العقبات المتراكمة التي قد تعتذر سبيلها. ومن جانب آخر، فإن مشكلة موجة الجفاف التي ضربت أجزاء واسعة من الصومال منذ بدايات شهر ديسمبر الماضي قد أضرت بعدد كبير من المواطنين بالنزوح عن مناطقهم التي ضربتها موجة الجفاف، ويعتبر كبار السن والنساء والأطفال أكثر المتضررين من بين عدد يقارب 2.5 مليون من النازحين. ومما يزيد الوضع سوءاً تفشي مرض الكوريلا بين النازحين، وتشير بعض الإحصاءات في الفترة الأخيرة من أول هذا الشهر وحتى السادس منه أن عدد المتوفين لهذا المرض في إحدى المحافظات فقط قد تجاوز 50 شخص من الأطفال والنساء. والجدير بالذكر والإشادة أيضاً أن بعض الدول الشقيقة قد استجابت مبكراً وقامت بإرسال طائرات محملة بالإغاثة والأدوية والمساعدات العاجلة لهؤلاء المتضررين المشكورين. وفي هذا الشأن فقد أعلن فخامة الرئيس حالة الطوارئ في كثير من المحافظات والأقاليم، وأعلن بأنها مناطق منكوبة بعد أن تدهور الوضع الصحي إلى حالة كارثية.
وتم تشكيل لجنة وطنية من عدة هيئات برئاسة رئيس الوزراء لتنسيق الجهود ولمعالجة الأزمة والتخفيف من آثارها. ومن المحتمل أن تستمر حالة الجفاف إلى أواخر شهر أبريل موسم الأمطار المتوقع. والتحدي الثاني الذي يواجه الحكومة الفتية هو المعاناة من العجز في الموارد المالية اللازمة في تحقيق مساعيها الأمنية والإنمائية. لهذا اسمحوا لي أن أناشد الإخوة الأشقاء بالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة في قمة شرم الشيخ سنة 2015، حيث تم اتخاذ القرار 626 القاضي بتقديم مبلغ قدره 10 مليون دولار شهريا ولمدة سنة لدعم ميزانية الدولة، وذلك من خلال حساب دعم الصومال المفتوح. ولكي تتجاوز العجز المالي وتتمكن من إقامة وإدارة مؤسساتها الفعالة وتنفذ برنامجها في الأمن والاستقرار. ومن هذا المنطلق نتوجه بالشكر إلى الدول العربية التي سددت مساهماتها، ونناشد الإخوة الآخرين في القيام بذلك. ولا يفوتني بهذا الشأن أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ سواحل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله أمير دولة الكويت الشقيقة بمبادرته الكريمة في تنظيم واستضافة مؤتمر دولي للمانحين لدعم قطاع التعليم في الصومال في فترة لاحقة من هذا العام. ونتمنى من أشقائنا الدول العربية الأخرى في خطوة مماثلة بتبني إحدى القطاعات الحيوية الأخرى في إطار إعادة إنماء وإعبار وتطوير المجتمع الصومالي. وأخيرا فإنه لا يجب أن تنسيني صعوبة الأوضاع في الصومال إلى القضايا العربية البارزة وعلى رأسها قضية فلسطين الجريحة. هذه القضية التي لا تزال تراوح مكانها قرابة 70 عاما، والتي عانت من الظلم والقهر والقتل والتدمير وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها وقتل الأطفال والنساء وهدم المستشفيات على المرضى، وكل ذلك على مرأة ومسمع العالم كله. هذه القضية آن لها أن تجد طريقها للحل، وأن يقف المجتمع الدولي إلى جانب الحق لهذه القضية. كما نرجو من الله العلي القدير أن يمن على الشعوب العربية كافة، وخاصة في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا وكافة الشعوب العربية، بالأمن والاستقلال والاطمئنان. وختاما فإنما نتوقعه من أشقائنا ليس له سقف محدد، ونأمل أن تكون هذه الدورة دورة 147 تكملة لسوابقها من المساندة والدعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للسيد سفير جمهورية الصومال الفيدرالية، كان كما قلت آخر متكلم في هذه الجلسة. الآن أود أن أشكر السادة الضيوف الأجانب ورجال الإعلام والصحافة على أن يكون الحضور لأعضاء الوفود الرسمية فقط، وكذلك وفد الأمان العام الرسمي. تابعنا مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة وقائع الجلسة الافتتاحية وجلسة العمل الأولى العلنية لاجتماعات الدورة 47 بعد المئة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وذلك تحضيرا للقمة العربية المقرر انعقادها في الأردن نهاية شهر مارس الجاري. تحدث في بداية هذه